العافية أحمد علي هاجر معتصم عربي شوقي أبو شروق يا صاد الله أوقاتك يا شوقي ديك العافية أحمد عباس أحمد علي مليونية تجريب فوق راية ما عندنا إلا تزبط بس عبد الرحمن يا خير يا شباب أبو علي سوار العراق ديك العافية أحمد عباس المقبول تسلم صابي مزمل حكومة بقت حكومة بتاع الطلا صايد الرحمن دور البيت يا هذا كسل يا أحمد عباس يا شير يا وطن شير يا وطن محمد إبراهيم أبو شمال يديك العافية قدام ما في رجعة خلاص معاذ محمد دريس حبتين أبو علي حكومة كذب ونفاق حكومة الزيف سلمونا للعسكر سلمونا للعسكر تسليم مفتاح عليكم السلام محمد نور يا أبو علي يا صوب الرافدين المانجولوك الزين يا إبراهيم آدم ديك التحية والإحترام قدامي يا ترس الوطن بيضيع آخر مليونية خطاف ديك العافية كما المطر يا قدام آخر مليونية يا وطنك ارجع يا شيل الفاتحة عليك وعلي وطنك والله العظيم شيل الفاتحة عليك وعلي وطنك والله يوم 20 وطنك ما رجع وما شلت العفن والله شيل الفاتحة عليك والله تتحكم ديكتاتورية عمرك ما شفتها والله أول ناس الجوازات إيه ويمشوا شير يا وطن بالرحمن شير شير يا شباب شير يا شباب كل القرص زهرة زي ما حطينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الرحمة والمغفرة لشهداء الثورة السودانية أجمعين والعودة للمفقودين وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين والعودة للناس الفل مشارح ما لاقين أهلهم الناس الجسوس عفنت أهلهم ما لاقين نوم آلاف الأرواح السودانية الدم السوداني بيقى رخيص زمانك الدم السوداني في عهد الانغاز عهد الكيزان كان بسبعة كان بسبعة يقول لك الطلقة بنستخسرها في البني آدم بسبعة ما ولا بدوك طلقة لأنه يقولوا بيستخسروها أسعب بيقى الدم ما عنده قيمة مشينا للأسوأ مشينا للأسوأ وماشين للأسوأ ولسه شغل مرتب شغل ممنهج سايقيننا سواق تضان سايقيننا بالحكومة المدنية حقتنا سايقيننا بناسنا سايقيننا بالناس اللي جبناهم نحنا سايقينهم بالناس اللي قالوا هم عندهم وطنية سايقيننا بالأحزاب سايقيننا وديننا لوين وديننا للانقلاب وديننا للديكتاتورية جديدة وديننا للموت والله العظيم عشان كده يوم 20 ثورتك تقلع بلدك برهان مكانه كوبر حميدتي مكانه كوبر كباشي مكانه كوبر دي كلهم يا سرعات كوبر ما عندهم وجود في قصر جمهوري الناس ديل سرقوا الثورة وسرقوا بلدك الناس ديل شايلين شركاتك الناس ديل جوعوك الناس ديل غتلوك
الناس دي ما دارينك نهاية تتنفس. عشان كده يوم 20 طلعت لبلدك، اطلع طلع واحدي ما تجامل تسقط وخلاص، لانه الشغلة ماشية لي كده، ماشية لي كده، ما سقطت اساسا. الكيزان ما مشوا، كيزان ما في كوز مشى، ما في كوز حاكمه، ما في كوز اتحاسب، ما في كوز في سجن، كوز في سجن ما في، والله ما في كوز في سجن، والله العظيم ساوموهم، قال لهم تقعدوا في بيوتكم إقامة جبرية وخلاص. بيطلع عمس مناوي بالمفتشر ومن داخل الخرطوم ومؤتمر صحفي حدادي مداري، قال لك مصالحة، مصالحة، وقال لك هو الضاغو من الكيزان. ضغط شنو من الكيزان يا مناوي؟ انت حكمت مع الكيزان يا مناوي، انت جزء من الكيزان يا نائب البشير، انت يوم كنت النائب انت جزء من الكيزان، شفت شنو من الكيزان؟ مالك قعدت في السودان اتعذبت، قعدت في السودان اضطهدوك، قعدت في السودان زلوك، قعدت في السودان منعوك دراسة، قعدت في السودان احتغلوك، ما طلحت، جيت حكمت معاه وطلحت، والآن جاينا بمصالحة. والله لو السودان اتفرتك طوبة طوبة، مصالحة مع الكيزان ما بنعمل. زول قاتل والله مصالحة معاه ما بنعمل، زول مجرم ما بنعمل معاه مصالحة. ما لم تتحقق العدالة، ما لم القانون ياخذ مجرى وتحاسب القاتل، والله ما دارين مصالحة، ولا بنبيع الشهداء، ولا بنبيع الوطن. ليه نحن نبيع الوطن ونبيع دم الشهداء؟ عشان شنو؟ عشانك انت يا مناوي؟ انت شنو؟ انت شنو ذاتك؟ انت شنو جزء من الثورة؟ جايين تعمل فيها ان السودان ما بقوم؟ السودان فعلا ما بقوم بيكون انتو، لانكم انتو بقيت الكيزان، لانكم انتو جزء من الكيزان، لانكم انتو فزحت الكيزان، لانه الكيزان انتو، ما في زول كوز، انتو انتو الكيزان، ما في زول. طالع لنا في مؤتمر دايرين نعمل الوطن ما بقوم الا بمصالحة، والله وتحلف، تحلف شنو؟ انت بتعرف شنو؟ انت شنو ذاتك؟ عشان شفت من الكيزان، الشعب السوداني ده عانى 30 سنة، في ناس قاعدين من السودان ما طلعوا خطوة، بناضلوا من داخل السودان، في ناس ما طلعوا ولا خطوة، شردوا ولا مشوا باعوا لعاصمة ولا جروا لسفارة ولا مشوا برا، قاعدين في السودان ما خدتوا يدينهم مع الكيزان 30 سنة، انت جيت قعدت معاهم وحكمت معاهم وسرقت معاهم ونهبت معاهم ومشيت، وجاي هسه تتكلم عن المعاناة اللي انت عانيتها، تتكلم عن انك انت عانيت وما عانيت وعانيت، لا لا ما عانيت، ما شفت معانيتها ولا بتعرف معاناة. وجايننا كل زول جايك بالمصالحة، جايننا بالمصالحة، ودايريننا نحن خلاص ندي يدينا بعد 30 سنة دمار، 30 سنة فساد، 30 سنة قتل، 30 سنة استبداد، 30 سنة دمار لكل حاجة. المباني عادي بتجي، السرقة بترجع، لكن الأخلاق نرجعها بتين؟ الأجيال اللي تدمرت دي بالأخلاق دي بتين ترجع؟ كل حاجة ممكن يتعوض، لكن 30 سنة انتوا ما خليتوا حاجة اسمها أخلاق، حاجة اسمها أخلاق ما خليتوها، والآن جايننا بمصالحة، داريننا ما بنصالح كيزان، الكيزان ما بنصالحهم، وإحنا لينا، وإحنا غلطنا، الغلط حقنا نحن أول قبل الحكومة المدنية، مفروض إحنا ما نرجع ما لم تتحاسب بداية الثورة. ولما سقطت الكيزان ما كان فيهم راجل بيطلع يتكلم في تلفزيون، ما كان فيهم راجل بيطلع من البيت، ما كان فيهم راجل بيطلع من مكان إلا يتدسوا من ملبتين، لأننا نحن حكومتنا ضعيفة، لأن حكومتنا فاشلة، لأن حكومتنا ما عندها كاريزما القيادة، لأننا حكومتنا ما عندها علاقة بالوطن، لأن حكومتنا منبطحة. عشان كده أدت الكيزان فرصة، أدت الكيزان نفس، أدت الكيزان روح جديدة، نفخت في الكيزان الروح بعد ما كانوا بتلبتوا، بعد ما زول همه الواحد يشيل البقجة ويشرد.
كل همهم كان يزول يشيل هدومه وتلقى شارد في الحدود، القبضوا في الحدود بتاعت اثيوبيا، القبضوا في الحدود المصرية، القبضوا في الحدود التشادية. دي أيامة الصورة بخير، أيامة كنا في الشوارع، لكن مجرد ما سلمناها للقحاطة الله لا بارك فيهم، الله لا بارك فيهم، ضيعوا الصورة، ضيعوا الصورة، لأنهم ما هدف بلد ولا هدف سوء، هدف كراسي. لقوا الكراسي تاني ما عندهم علاقة مع الكيزان، لقوا الكراسي القحاطة ما عندهم شغل بالكيزان، يتحاسبوا ما بس لقوا الكراسي خلاص. القحاطي من زمانك ساكي ساكي ساكي، لشنو انت قال القحاطي ساكي عشان يحاسب لك كوز؟ انت عندك مجرد فكر انه القحاطي ده جاري من عمره ده كله عشان يجي حاكم لك كوز؟ لا لا، القحاطي جاري للكرسي، قحاطي جاري بس عشان كرسي، ما جاري لأي حاجة، ما جاري لأي شيء، بس كرسي. بيفتش للكرسي ده، لو بدي ما يشيله، لو عليه جثث الشعب السوداني كله يشيله، لو الشعب كله يموت، القحاطي بس داير كرسي، داير كرسي. الوثيقة الدستورية فيها 6 ولا 7 مفوضيات، مفوضيات دي معناتها شنو؟ معناتها لا حزبية، معناتها مستغلة. القحاطي قال لا، البند ده أنا ما دايره، لا لا، منها مفوضية الفساد هلسة قاعدين فيها ناس صلاح مناع وناس دي، مفروض تكون مفوضية مستغلة ما تابعة للحزب. مفوضية السلام تكون مستغلة ما تابعة للحزب، كلها مفوضيات ما عندها، لكن قالوا لا، يوزعها بيناتهم، حزب الأمة، حزب الاتحادي، الحزب البحث، لأنه ديل ما بيشتغلوا، لأنه ديل لو جات حكومة بتاعة أخلاق ما بيشتغلوا، لأنه ما عندهم كفاءة، لأن الأحزاب فاقد الكفاءة، ما عندهم، الأحزاب فاقد تربوي، الأحزاب فاقد في كل حاجة، ما عندهم شيء. عشان كده لا انتظروا لك مفوضية، لا شكلوها ولا تناق، بس عملوا لك ناسه، وانتوا جايين تسوقونا تاني عشان احنا نرجع. لا لا والله، الوطن ده ما لعبة في ايادي بتاعت ناس صعالي، الوطن ده ما لعبة في ايادي بتاعت ناس ما عنده اخلاق، ده وطن. انت دار تتكلم بالقانون، اتكلم بالقانون، ادخل الوثيقة الدستورية، لو عندك فهم في القانون ولا بتعرف حاجة عن القانون. مفروض حتى لجنة ذات التمكين مفروض تكون مفوضية، ما تكون حزبية، اتشكلت حزبية وما عملت حاجة، كل الطلس والكذب والتسويق اللمس ده كله بس ساي كده لعب بيك انت، لانه هون عارفين نفسهم ساقطين ساقطين، عارفين نفسهم انتهوا انتهوا، لكن لازم يعملوا لهم دراما، لازم يعملوا شوية دراما شوية تمثيلية، يطلع ناس عروة بعد 2 سنين، يطلع عروة بعد الثورة ما قعدوا وكلوا وشبعوا، والواحد بقى قدر ده، يا دوب مس يطلع ويهدد، يا دوب يطلع. انت ما طلعت في الموت الحاصل، انت ما طلعت في بهادين، انت ما طلعت في 253 في الجنينة، انت ما طلعت في مجزرة كسلة، شنو جاي تغشنا نحن تاني السوقونا معاكم وبالخلا؟ أرح 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 بالخلا، ما في سواقة، ما في سواقة تاني بالخلا. 20 فبراير شارعك بس، شيل شركاتك. هل تعلم أنه شركات الصناعات العسكرية اللي هي موجودة في جهات كلها كيزان، من مديرة إلى غفيرة كاملة مقفولة، ما في زول بحاسبهم، ما في زول بيقدر يشيلهم؟ كيزان رسمي وشعبي، كيزان من المدير للغفير، شركات كل المواد اللغزية، المواد بتاعت البناء، مواد السيخ، أي حاجة كلها كيزان مقفولة، ما تغير فيها زول، وانت قايم بصورة عشان تشيل الكيزان. الكيزان متحكمين في اقتصادك عن طريق شنو؟ ال 82%، 82% كلها كيزان، شغالين فيها كيزان، شركات الكيزان اللي بتدمر لك في اقتصادك، اللي بتنهي لك في الدولار، اللي بتنهي لك في الجنيه بتاعك، اللي بتشتري في الدولار بالسوق الاسود، كلها الشركات حقته مسيطرين على ابنه المؤتمر الوطني، والحارس برهان، الحارس حقهم برهان. وانت داير وطنك يتقدم في حكومة ضعيفة، حكومة ما عارفة كوعة من بوعة، حكومة ما عندها سياسات،
حكومة ما قدمت أي مشروع وطني، حكومة ما غيرت أي حاجة في أرض الواقع، حكومة للآن بتتحجج بالنظام السابق والنظام السابق جزء منها، حكومة للآن بتتحجج بالبلد مدمرة وما قادرة توقف الدمار، حكومة للآن ما طبقت لها سياسة واحدة رشيدة، حكومة للآن ما رفعت لها معاناة عن كاهل الشعب السوداني. لما الشارو الكيزان طلع ويجي في لجنة ذات التمكين قال احنا لو ما جينا والوقت داك، قال الدولار كان حصل 100. الوقت داك ده ويدي طلع قال والله لو ما جات وانقلبت الشال، قال الدولار كان حصل 100. ده ويدي الان يا ويدي 400 دولار، عملت شنو؟ سويت شنو يا ويدي؟ الان الدولار ب400، عملت شنو؟ سويت شنو؟ ما عملت اي حاجة ولا سويت حاجة، بالعكس غرقت البلد، دمرت البلد. وجايين تتكلم امس في التلفزيون يا دوب جايب لك كمية بتاعت 6 صعاليق ما عندهم اخلاق، وكيزان ساطع الحاج ومعاهم نور بتاع الاتحاد الديمقراطي بيبرروا لكم القروش مشت وين، بيقولوا القروش والله وهم ما من حقهم، ما احنا ما عارفين، احنا قاعدين القروش دي لا سنة وعارفيننا باعوا منا. ما تقعد تكذب وتنافق، انتم بتتكلموا التلفزيون حقكم، تلفزيون الشال من تمكين الكيزان جل تمكين القحاطة. هنا خشوا التلفزيون يعملوا لغات ويتكلموا في أي حاجة ويكذبوا وينافقوا ويطلصوا ويعملوا أي حاجة، والشعب السوداني لما نمشي يتكلم في التلفزيون ممنوع يتكلم في وكالة السونة ولا يتكلم في تلفزيون. قاعدين 6 عطالة صعاليق ما عندهم أخلاق، 6 من الناس الصعاليق عديمين الأخلاق وعديمين الدين وعديمين الشرف بيتكلموا عن الأزمة، وبقول لك أنه لجنة ذات التمكين القروش دي، القروش دي لجنة ذات التمكين قبل أيام موديها لها غافلة. الفشقة من وين جابتها؟ من وين اتصرفت ليه في مال العام؟ اتصرفت ليه في المال العام؟ الفشقة محتاجة لشنو؟ العسكر شايلين 82% ولا بدخلوها ولا بدخلوها المالية السودانية ولا عندها علاقة بالوطن، وانا امشي اتبرع عليهم عشان خايف، عشان يقولوا انا كويس، عشان يقولوا ويدي كويس، عشان يقولوا صلاح مناح كويس. ما شلتوا القروش وديتوها، والشعب السوداني احوج ليه. شعب السوداني ما لاقي عيش، ما لاقي غاز، شعب السوداني ما لاقي حاجة، السكر بيزيد في اليوم 7 مرات، ال10 أرطال في أسبوع بقت ب15، الشوال 10 أرطال في أسبوع 12 11 13 15، وقفل في السوق اتلمى. عارفين الكيزان بيحاربوا، عارفين أي حاجة. انتوا وين؟ الحكومة عملت شنو عشان تحارب الكيزان اللي بيحاربوا فيها؟ الحكومة حاربت المواطن، الحكومة جات من برة طوالي كبست على المواطن، قبلت على المواطن لأنه ضعيف، لأنه ما عنده تاتشيرات، لأنه ما عنده سلاح، لأنه المواطن سلمي، لأنه المواطن ما عنده قنابل بفجر، لأنه المواطن بداير وطن، عشان كده قبلت علينا نحن المساكين. دوس 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 دمرت الشعب السوداني، ولا خطة ولا برنامج، وخلت ال 82 للعسكر ولا بيقدروا يتكلموا فيها، ولا بيقدر راجل فيهم يقول للعسكر سلمونا غصبا عنكم، ولا فيكم راجل قدر يحلها، ولا راجل قدر يزيل التمكين بتاع جياد. جياد دم التمكين الأساسي، جياد دم دمرت السودان، جياد دم دمرت الصناعة في السودان، جياد دم نهت الرأسمالية الشريفة، الناس اللي بيشتغلوا بالحلال اللي كانوا موفرين للشعب السوداني السلع البسيطة بأرباح بسيطة، جونا زياد استولوا على كل حاجة والآن متحكمين في الاقتصاد، وانتوا الحكومة قاعدين تكذبوا وتنافقوا، وجاييننا تاني بحكومة بتاعت كذب ومحاصصات وداريننا نصبر. ما في صبر، تسقطوا كلكم، تسقطوا يا عديمين الفهم، تسقطوا يا عديمين الأخلاق، ما بتحكمون، وعسكر ما بيحكمني. عشان تكونوا عارفين، ما نحن الشعب السوداني قمنا بثورة ضد الكيزان عشان يجوا يحكمونا عسكر، ولا عشان يحكمونا قحاطة. ما عملتوا لنا حاجة، ما قدمتوا لنا شيء للوطن. الوطن ده ممكن كان يعبر، الوطن ده ممكن كان يعدي، الوطن ده ممكن كان يتقدم لو كانت بلحظتها حاسبنا الكيزان، لو كان قبضنا الكيزان كنا بنقبضهم في الدكاكين، كانوا بشيلوا البقج في الرأس وبيطلعوا في الشرق وفي الغرب. جات القحاطة ساوموهم، القحاطة جو فاصلوهم وساوموهم وطلقوهم مع السلام، وبعد ما يطلقوا وداد بعد 8 شهور ويسافر اوكتاي تركيا ويقعد 7 شهور في تركيا، يجي يتكلموا لك ناس لجنة إزالة التمكين يقول لك زمانك البرهان رسل لنا خطاب وفكر، زمانك كنت تطلع قبل ما يسافر،
كنت تطلع بكلامك ده عشان احنا مبني. انا ما بتغشى، انا بتكلم عن نفسي، انا ما بتغشى. لو طلع مش صلاح مناع بكى، لو صلاح مناع طلع شايل لي مصحف كتاب كريم كده ودق في المصحف لي. صلاح مناع كذاب، وجدي كذاب، اللجنة فاسدة. لو طلعوا غسموا حلفوا غسموا فاسدة، لانه الشغلة دي ما حصلت امس. لو حصلت امس يا مواطن صدق، لو الكلام ده كان ولمس فعلا اوكتايا ولمس والان قاعد في السجن ووداد قاعدة، صدق انه صلاح مناع شريف. لكن حاجة حصلت لها 8 شهور، حاجة حصلت لها 9 شهور، حاجة حصلت وانتهت وسافروا. يا دوب يجي يقول لك انت يا مواطن اهي انت حتعمل شنو؟ انت ما اساسا عارف من مجرد ما فكوا وداد انت عارف الفكامنه. لكن كنت محتاج لزول يطلع يقول لك الكلام ده، كنت محتاج لواحد من اللجنة يطلع يقول لك والله يا شعبي يا سوداني البرهان اتدخل في شغلنا، والان الان ناو يا هند الخطاب رسل وقال في كوة. كنت لقيت من الشعب السوداني درد، كان الصورة دي مشت، وكان برهان عرف مقداره، وكان برهان يكون في كوبر. لكن انت خليتهم مرقوا وشطبتوا البلاء، وجاي الان بعد كم؟ بعد 7 شهور، 7 شهور بعد ما وداد سافرت وخللت وتاي مشى سافر، جاي يتكلم الشعب السوداني؟ يعني خلاص انت نزيه؟ ما نزيه، ما عندك علاقة بالوطنية والنزاهة. بتغشى ده إلا قحاطة عديم أخلاق، لأنه الشغلة واضحة، الشغلة واضحة. الحاجة لما تبقى في وقتها معناتها صحيحة، إحنا معاك ونصدقك ونقيف معاك والله ونطلع الشوارع. لكن تجيني بعد 7 شهور، بعد ما خلاص، بعد ما وقتها شال قروشنا 900 مليون دولار وسافر، الفايدة شنو؟ الفايدة شنو؟ استفيد شنو انا الان؟ انا ما عارف برهان كوز، انا عارف برهان كوز وعارف كباشي كوز وعارف حميدتي كوز، وانا عارفون الكلام ده. لكن انا مستحمل عشانك انت حكومتي المدنيه كنت، لانك انت بتطلع بتقول لي والله نحن في تناغم، لانك انت بتقول بتشيل منديل وتقول لحميدتي دموعه، انا بقول معناتها الامور طيبه، انا ما اخربها. انا بشوفك انت المدني بتاعي منبطح وراكع وبارك، عشان كده انا معاك. كنت لو كنت طلعت قلت لي الكلام ده قبلي ما يحصل، كان الوضع غير الان. الان بعد ما السودان انتهى دمر، بعد ما العسكر جوعنا، بعد ما العسكر دمرنا، بعد ما مسكوا الشركات كلها، بعد ما مسكوا اي حاجه، بعد ما بقوا المسيطرين على السلطه، بعد ما البلد خلاص بقت حكم عسكر وكيزان، ما في حاجه الان داريننا نحن تجونا تكذبوا علينا عشان تبقوا معانا يوم 20 وتطلعوا معانا تقعدوا تاني تكذبوا وتسوقونا تاني. ما في سواقة، سواقة لكم ليوم الله، تاني ما تتقدموا الصفو. لو السودان ده مات كله والله ما تتقدموا الصفو، لأننا ما شفنا منكم حاجة، لقينا منكم حاجة، لا قدمتوا لنا حاجة للوطن. حرام عليكم، لأنكم انتوا فعلا مكنتوا العسكر، مكنتوا العسكر. الآن معرض الخرطوم المشاهو حمدوك والمشاهو مدني والمشاته هبة. المعرض ده عبارة عن معرض بين مصر وبين القوات المصرية والقوات السودانية. شركات الجيش المصري كلها قاعدة في المعرض، أكثر من جناح، جناح كبير جدا عارضه، وشركات الجيش السوداني عارضة كل حاجة، ما خلت حاجة. السلع العادية، السيخ، البناء، مواد البناء، مواد شنو، أي حاجة معروض. يعني الشعب السوداني قروشه وين بتمشي؟ ياها عندهم، بودوها وين؟ ما بيزالوهم ليه؟ حقتهم ما بدونا ليه؟ احنا ما سودانيين، السودان ده ما حق ناصر برهان. تطلع تتكلم يفتحوا لك بلاء يقولوا اسيت القوات المسلحة، وبرهان مفروض يكون في السجن. حكومتنا قاعدة تتفرج والشركات كلها شغالة، من الدقيق شغالين، السلع الاستهلاكية شغالين، الزيوت شغالين، الحلويات شغالين، اي حاجه شغالين هناك وبالسعر اللي بيعجبهم. ما في دولار في السوق بيخلوا لك الدولار، كله بشيلوا منه هون، رفعوا لك الدولار في السماء وبيرفعوا لك في الاسعار في السماء عشان يجوعوك، لانهم كيزان، لانه ناس الشركات بتاعت كيزان، لان الشركات دي كلها كيزان، لانه التصنيع الحربي ما في زول دخلوا، كل الشركات بتاعت الصناعات دي كلها كيزان، من المدير للغفير كلها ضباطهم، كلها مؤتمر وطني، وقروشها بتمشي للمؤتمر الوطني، تمشي لمنو سمح؟ بتمشي لمنو؟
احنا ما دارين بتمشي وين القروش؟ لا بتمشي خزينة الوطن. الجيش تعبان قال وسي بيتبرعوا للناس عاملين لي حملة، معناته بتمشي للمؤتمر الوطني، معناته بتمشي للكيزان. وحكومتنا ساكتة تتفرج علينا، تتفرج علينا، لبسوها الطاقية خدتوها وش المدفع، لأنهم هم حكومة ضعيفة عشان كده لبسوها الطاقية، خلاه تواجه الشعب أنها تطلع، هي جوعت الشعب، هي الحكومة، هي فعلا كعبة لكن ما عندها أخلاق. لو كانت عندها أخلاق وما بتخاف وطلعت للشعب السوداني من أول يوم، أسعى الوضع كان يتغير. بضيع البلد الناس الزيديل اللي بيدسوا، يدسوا ليك بعد ما الحاجة تحصل، بعد ما السودان يتدمر، بعد ما السودان يقع واطي، يطلعوا لك يقول لك والله العظيم زمانك حصل، زمانك حصل، ما بيطلع يقول لك بكرة هيحصل. ودائرنا نحن نقعد نصدق ونطلع، أطلع مسير وصدق عروة، دارب كليمس وبرهان وتمثيلية، وما بصدقكم أنا، أنا كفرت بيكم، كفرت بيكم، لأنكم أنتم ما بتمثلوا الشعب السوداني، أنتم بتمثلوا أحزابكم، أنتم بتمثلوا أحزابكم، ما بتمثلونا. لأنه لو فعلا عندكم أي مصداقية، أي مصداقية يا ويدي، الكلام ده كان طلع في وقته، لما الضابط المسكين صور، أخذ له صورة، شاله الصالح العام ورفعوا عنه الحصانة ودارين يقدموا له، عشان صور منه، عشان صور اللص الحرامي المجرمة السرقت البلد ودمرتها الفاسدة، عشان صورها في السجن ورفعوا عنه الحصانة ومحاكمات. والناس الغتلت الأرواح، الناس الغتلت الأرواح في رمضان، الناس رمت الناس في النيل وهم أحياء، الناس ربطوا الناس بالبلوك ورمون في النيل، ليه ما رفعتهم عنهم الحصانة؟ ليه ما حاسبتوهم؟ ليه ما حاسبتوهم؟ خلينهم جايين وانتوا تتكلموا لنا الآن يا صلاح مناع، بعد فوات الأوان رفعت الأغلام يا صلاح مناع وجفت الصحف، ما عندك وجود في أي صورة تانية قسما بالله العلي العظيم، ما لو جيت حلفت اسم الله وشايله معك في جيبك ونزلت فيك آية، انت يا صلاح مناع كذاب، كذاب، لأنه ده انت كنت تطلع زماني، ما بنتغشى ولا بنديك ذرة بتاعت، لأنك كذاب، كنت تطلع زمانك في وقتها، كنت تطلع في نفس اللحظة تطلع لو فعلا كلامك واسغ منه، لكن الآن كنت موافق زمانك، زمانك كنت راضي، لأنك طلعت كمؤتمر في التلفزيون، طلعت بعد المؤتمر سبع مؤتمرات طلعت ما فيكم زول يتكلم، يا دوب بس اتكلمتوا، يا دوب اتكلمتوا، السبب شنو؟ احنا ما دارين نعرف السبب، ما ممكن احنا نكون اغبياء، ما ممكن انا اكون اغبياء، تيجي تطلع تتكلم لي بالوقت الدائر تتكلم فيه وتنقول لي حقيقة حصلت قبل 5 شهور 6 شهور والناس اللي حصلت سافروا ومشوا، وانت وافقتوا عليه وشطبتوا البلاغ، والبلاغ الشطب من لجنة إزالة التمكين، البلاغ الشطب قبل 4 شهور و15 يوم، بلاغ وداد الشطب وشطبتوا انتوا، اطلعوا للشعب في الوقت ده قول لي ما بنشطب البلاغ، لو فعلا انتوا عندكم مصداقية وعندكم رجالة، لو فعلا انتوا صورجية وعندكم اخلاق، لو فعلا انتوا دايرين العدالة ومعانا ومع الشعب ومع الثورة، اطلعوا قولوا الكلام ده، اطلعوا قولوا لنا الكلام ده، قول لنا والله العظيم احنا برهان جاب الخطاب ده يا الشعب السوداني، والنائب العام جاب وقالوا اشطبوا واحنا ما بنشطبوا، والرهيفة تتقد، قسما يا صلاح مناع نحن نموت قدامك، قسما يا صلاح مناع احنا نموت قبليك، لكن انت ما طلعت عملت ده كله، وطلعت عملت لكم تمثيلية، دايرين تاني تمسكوا بها الشارع، دايريننا احنا فارات جايبين صعاليكم، لا منهم نصاطع الكيزان، وديل ما شفناهم سنتين، ما شفناهم الا امس في التمثيلية، بحكمة الله كلهم يتلموا بس عشان يعملوا البروباغندا دي ويعملوا المسلسل ده، والشعب السوداني يصدق، يا سلام شوف ده بالله ده يبكي، والله ده وطني خلاص، يا سلام والله عليك، الله عين عروة ده، تقال احنا تاني بنتغشى يا قحاطي يا غسر، يا قحاطي يا نتن، الموت ما طلعكم من جحوركم، الموت الشعب يموت في الشوارع، كم شهيد، كم شهيد مات، ما طلعتوا، ما فيكم راجل طلع، كم شهيد، ما فيكم زول طلع، مجازر 253 ما فيكم راجل طلع قال كلمة، جايين تطلعوا أسعى تمثيلية تغشوا منه، ما بتغشونا نحن، ما بتغشونا تاني ليوم الله يبعثون، ما بتغشونا، ما بتغشوا قحاطة غزيرين، غشوا أولاد البارات بتاعين الصفحات الدارين يثبتوا حمدوك، لكن نحن ما بنتغشى،
نحن الوطن همنا وطن، والوطن ده تاني والله العظيم ما عندكم في حاجة تحكموا ليهم. الله من يوم 20 مليونية كاملة تصقر، لا قحاطي غزير، لا حزب نتن، لا عسكري، نهاية بنجيب الزول اللي بيحكمنا. نحن الشعب السوداني كفرنا بيكم رسمي وشعبي. ما كل مرة السواقة بتنجح، السواقة ما ممكن احنا طوالي نقعد نتغشى بكلمتين، طوالي تمسكونا بالعاطفة، طوالي تمسكونا بالكلمات باللينشة بالمنزل، وتاني اجي اتغشى؟ ما بتغشى. احنا جربناكم كم مرة، كم موكب جربناكم بسوق المواكب تدخلوها بالزقاقات، اقيفوا هنا اقيفوا هنا، وتكذبوا تكذبوا تكذبوا، عملتوا شنو؟ كم مرة طلعتوا قلتوا خبز عيش ما في عيش؟ كم مرة عملتوا وكذبتوا؟ عشان كده ما في صدق تاني لكم، ما عندكم مصداقية. يا شعب يا سوداني، يوم 20 بلدك السرقت خيراتك، شايلاها الشركات الكيزانية، خيراتك شايلاها الشركات الكيزانية تحت المؤتمر الوطني. الصناعات مسيطرة على السوق، مدمرة حاجة اسمها صناعة في السودان، دمرت الصناعة في السودان. الشغلة ما قصة شركة وفار، القصة ما قصة شركة شايلاها قوات نظامية، لا قصة بتاع تدمير قطاع بتاع انتاج كامل. ما في زول بيخش يفتح ليه مصنع عشان يشتغل ويكون المصانع كلها ماسكاه العسكر، بضربوك في السوق ما بخلوك تشتغل، لانهم هم جماركهم مجاني، حاجاتهم مجاني، ما بيدفعوا حاجة للوطن، لا جمارك لا شيء اي حاجة. عشان كده انت لو فتحت لك حاجة خسران، عشان كده دمروا الاقتصاد السوداني كده، دمروا الاقتصاد السوداني بالطريقة دي. الناس اللي عندهم شركات الزمانك صغار بيشتغلوا قفلوها ليه؟ لانه ديلك بيجيبوا بالمجان، لا بيدفعوا ضرائب. شركات العسكر اللي بتدفع ضرائب لقروشة بتخش وزارة مالية، ولا بس بيشتغلوا ساي كده، معناته ممكن انت تفتح شركة تخسر، انت لو فتحت تخسر، بتخسر عديل. عشان كده دمروا الصناعة ودمروا الاقتصاد ودمروا البلد، وهم قاعدين والبلد دي ما حقتكم. ولا في قانون بديك انك يا برهان تحكم البلد دي، ولا في قانون بديك يا حميدة انك تكون فريق في البلد دي، ولا في قانون بديك نهائي. ما في قانون بديكم. تسقطوا الف تسقطوا، دارين تعملوا في الشارع اعملوا، دارين اي حاجة اعملوها في الشارع يوم 20. اي ما بتحكمونا، شركاتنا بترجع للشعب السوداني، الشعب السوداني قاعد فقير وشركاته شايلنا مجموعة تعت لصوص، شركات الذهب شايلة حميدتي واخوانه، وشركات الثانية شايلة برهان وجماعته، والشعب السوداني قاعد يعاني. ليه؟ وين العدالة؟ شايل لك قانون داير ترهيب بين الناس، وده قانون بالله واشرب مويته، قانون لو ما تطبق فيك انت ده ما قانون. القانون اللي ما بيحاسب القاتل ده ما قانون، القانون اللي ما بيحاسب الفاسد ده ما قانون، القانون اللي بيستثنى المجرم ده ما قانون. كيف انا اديك اسخ فيك كيف؟ عشان كده يا شعبي يا سوداني، يوم 20 لا تسمع مع هذا، ولا طالعيننا لمع ده، ولا طالعيننا قيف مع هذا. الما بيقيف مع شعبه ما بيستاهل الشعب يقيف معه، الما بيتقدم شعبه في الشارع ما يستاهل الشعب يقيف معه، الما بيطلع يدافع عن شعبه وقت الزنقة ووقت المحنة ما بيستاهل الشعب يضحي عشانه ولو بكلمة. ما في زول بيستاهل إلا الشهداء، إلا الناس المصابين الآن اللي يدينهم مقطعة، الما قادر يتحرك، الزول الما قادر يمشي، الزول الما قادر يتكلم، القاطعين يده بيغنبلة، ديل اللي بيستاهلوا، ديل اللي بيستاهلوا نطلع نموت عشانه. لكن ناس حمدوك وجماعة حمدوك والأحزاب وديل والله ما بيستاهلوا أي حاجة، ولا بيستاهلوا لأنه ما عندهم أخلاق، لأنه ما عندهم حاجة اسمها ثورة، لأنه الثورة دي لاسلي فاكرينها لعب، لأنه الثورة فاكرينها لعب، لأنه لو ما فاكرينها لعب للآن ما في زول يتحاكم، للآن ما في زول قاتل كده تحاكم. سنتين القتلة بتاعنا الشهيد أحمد الخير للآن في السجون، للآن قاعدين في السجون، حكموا عليهم بالإعدام سنتين للآن في السجون، وما حيحكم عليهم، وما في زول بيمضى، ما في زول حيمضى، مع أنه عملوا أبشع جريمة في تاريخ السودان وقاعدين، وانت داير يسوقوك تاني بالخلا، ويسوقوك تاني من سواقه، ويطلع عليك طلعوا بعد كم. شوف القحاطة اللمس ست الوجوه دي، شفتها آخر مرة بتين؟ آخر مرة وجوه القحاطة اللمس طلعت دي اللي بيتكلموا شفتها بتين؟ شفتها يوم بهدين الناس كلها طلعت، شفتهم بعينك؟ شفت فيهم راجل طلع قال حميدتي قاتل ولا من قتل بها؟ ما طلع.
الان دايرين يعملوا شغله ويتلموا عشان شنو؟ عشان يسوقوك تاني. يسوقوك تاني. احنا لجنه ازاله التمكين لما تطلع بلدك عين الناس اللي بيشوفوا انت كويسين، عين الناس المستغلين اللي بيحاسبوا لك الكيزان، عين الناس اللي ممكن يجيبوا لك حقك. ديل جربتهم حاكموا لك كوس ما فكوهم، فكوا الكيزان. هو ديل بس، ديل بس يا هونديل. عم تشوف الكيزان اللي طلعوا، كيزان الكهرباء كلهم فكوهم، كيزان المويه كلهم فكوهم، كيزان الوزارات كلهم فكوهم. فيصل مدينه فايل بتاع كيزان التمكين بتاع وزاره الثقافه، قسما بالله العلي العظيم 6 شهور الكشف في درجه ابا رافض، والمدير حقه بتاع المكتب ابا يرفضه كوز، قال ما برفضه. فيصل وزير الثقافه والله 6 شهور في مكتبه، 6 شهور والكلام ده من داخل مكتبه قالوا لي، قالوا لي زول من داخل مكتبه والله 6 شهور الملف عنده وبتقدوا له، وقال له ده كيزان وعارفينهم وكل زول عارفهم، رفض. قال له انا ما عندي دعوه، انا زول ما عمل حاجه ما بشيله، انا زول ما سوى حاجه ما بشيله. قال له انا زول ما عمل حاجه ما بشيله، عشان كده اطلع لبلدك، رجع بلدك. بلدك اتسرقت، ناس البرهان دمروا البلد، دمروا الاقتصاد، دمروا الانسان السوداني، دمروا اي حاجه في السودان، دمروا اي حاجه. يعني انت بتستنى شنو؟ ده حقك جياد ولا غير جياد؟ ده حقنا. يا اما نرجع بلدنا يا اما نلحق اخواننا. داير ترجع بلدك اشمعنا يشيلوا الكيزان؟ كيزان دي البلد دي حقتهم يا هو. ماسكين خيراتك، ماسكين خيراتك، ماسكين شركاتك يا هبت على كيزان. الحارس لهم منو؟ برهان. المدراء قاعدين هنا كلهم كيزان، اصطاف كامل من الغفير الى الوزير كوز، كل جياد من اصغر موظف ليه كلهم كيزان، كل جهات كيزان، جهاز الأمن كله كيزان. ما جهاز الأمن ما كان بيقبل لك زول، ما كان بيدخل زول اللي يكون كوز، كله كيزان. هذا قاعد بيصمتوا بيصمتوا، ولا تغير فيه ولا زول، غيروا لون اسم عشان يغشوك انت. ثورة عظيمة تقوم تغير نظام ومشي الجهاز وما تحاسب كوز، وما تعمل لها محاكم فورية، وما تعمل لها مجلس ثوري. دي ما ثورة، دي ما ثورة. طالما الثورة ما عملت ده كله دي ما ثورة. جهاز الأمن اللي كان بيحتغل الناس يا هو قاعد، جهاز الأمن اللي كان بيدق الناس الشوارع قاعد ببكرت أبيه قاعد كامل، الناس اللي كانوا بيحتغلوا الناس اللي كانوا بيضربوا الناس قاعدين، ما في زول يتحلى وما في زول يتشاف. وانت قاعد حارس شنو؟ حارس يوم القيامة يجي ثورتك يوم 20 وطنك. رجع بلدك، جيب الإنسان الكفاءة، جيب انسان كفاءة يمشي الوطن. احنا ما طالبين معجزة، طالبين زول كفاءة، انسان هم وطن، انسان نزيه. الاحزاب دي هم احزابها، همها تمكين الاحزاب. الان ما بتقدر تخش انتخابات ليه؟ بتقول لك انا ما بقدر اخش. السبب بتقول لك انا محتاج 4 سنة عشان تتمكن، عشان هي تتمكن. احنا ما دارين زول بيفكر كده، احنا دارين زول بيجي يبني الوطن، عمله للوطن هو اللي بيخلي الناس تختاره، افعاله للوطن بيخلي الناس تختار وتقول والله الزول ده كويس، الزول ده والله فيه خير، الزول ده والله ابن دايرينه. لكن الاحزاب دايره تمكن نفسها، شالت كوز بتدخل بحثي، كل الوكلاء الوزارات اتحداك كم سنه انا كذاب، لف الوزارات اي وكيل وزاره ما تلقى شيوعي ولا بحثي ثاني ما تحضر ليله، امش لفهم ما تلقاه شيوعي ولا بحثي. المستشفيات كلها احزاب، حزب امه كلها حزب امه. اي وفي الجزيره بعينه يفتى في الجزيره، المستشفيات بقوا حزب امه، مدير المستشفى حزب امه، كل المستشفيات حزب امه شغالين. وانت وين؟ الشعب السوداني لا عنده حزب، الشعب السوداني مستغل، الشعب السوداني كره الاحزاب، الشعب السوداني ما بينتمي لاي حزب ولا في ولا عندنا، كرهناهم ساي كفرنا بهم من زمانك، احنا كافرين بهم. امشوا وين؟ نشتغل وين؟ ما في مكان نشتغل فيه. عشان كده اطلع لبلدك، رجع بلدك، رجع بلدك. زمن الونس انتهى، زمن السواقه وزمن العواطف خلي. الوطن ما بيبنوا بالعواطف، الوطن ما بيبنوا بالريده، الوطن ما بيبنوا بالكذب والنفاق، الوطن ما بيبنوا بالخطب، بيبنوا بالافعال. انت في يدك تغير اي حاجه. برهان ده كم واحد ولا مليون اسد معاه منو؟ قول معاه ما معاه. حميتي كم؟ مليونين. نحن 43 مليون، نحن 43 مليون وما مطالبين بحاجة، ما حقتنا، مطالبين ببلدنا،
مطالبين بخيراتنا بذهبنا، مطالبين من أين لك هذا؟ بس أي زول عنده حاجة في الثلاثين سنة دي يدخلوا سجن إلا يثبت أنه بريء. أي زول في الثلاثين سنة غنى شبهة سجن إلا يثبت العكس. لكن ما ممكن أخلي لما يثبت أنه حرامي، لا، طوال السجن دل النظام الفاسد ياهو كلهم سجون. أفتح سجنك ودخل، أفتح سجنك ودخل، بعد ما يثبت أنه بريء طلع. وما فيه زول بريء. الرأسمالية الفاسدة كلهم كيزان، الرأسمالية الآن المسيطرة على البلد اللي بتدمر في البلد كلها كيزان، الناس الماسكين البلد والاقتصاد كلهم كيزان. عشان كده أرمي في السجن. إحنا تعبنا والشعب تعب، وده وطننا، ما وطن، إحنا ما لاجئين، إحنا ما لاجئين في السودان. الوطن ده حقنا، الذهب اللي بيشيلوه نفر يتقسم على الشعب كله، دي مصروة حقة الشعب كله. لكن إحنا نقعد نستنى ونحنس وعندنا ناس يطلعوا يقول لك إحنا في توأمة مع العسكر، إحنا في توأمة والعسكر إحنا في حكومة منسجمة وحكومة العالم كله أشاد بيها. لا، العالم أشاد بها لشنو؟ العالم أشاد بها ليه؟ العالم لأنه قالت لي حاضر نعم، أشاد بيكم لأنكم قلتوا للعالم حاضر نعم. هلموا إلى السودان، أي زول عنده حاجة في السودان أمره مقضي، أي زول داير حاجة في السودان بنداله، أي زول عنده حاجة في السودان بنداله، جيبوا لنا ناس يقعدوا هنا يحكمونا وإحنا معاهم. عشان كده العالم كله بصفق ليك، عشان كده العالم كله بعاين ليك، لأنه العالم داير كده، العالم ما داير حاجة أكتر من كده. العالم لا بيسعى لديمقراطية ولا عنده علاقة بالديمقراطية ولا عنده علاقة بدولة. العالم هديد جارتك مصر شالتها من الديمقراطية وقلبتها وكتلوا الناس وعملوا السبعة وزمتها ولا كأنه في عمل حاجة. والعالم كله وقف معه ليه؟ لأنه قال لإسرائيل حاضر، لأنه قال للأمارات حاضر، لأنه باع جزر حدالي ونهاكم شيله، لأنه قال لأمريكا حاضر. عشان كده قعد، وممكن يقعد برهان يقتلك انت وحاط اسم الله يقعد، وما في زول يقول لي والله ما تقعد، والله العالم كله يقول لي يا سلام عليك. كل ما يقتل العالم يصفق لي زيادة، يقول ده حافظ على الأمن والأمان، يقول ده والله الآن البلد جائعة والبلد شنو وفر لنا الأكل عشان، والكلام ده كله مخطط. عشان كده أطلع لبلدك، أطلع لبلدك شيل العفن شيل الغزارة، أنت طلعت صورة عظيمة عشان تشيل الكيزان والكيزان قاعدين. أنت ما شلت كوز واحد ما شلت، ولا في كوز اتحاكم، ولا في كوز الآن في سجن. الآن الكيزان والله العظيم بيجتمعوا في الخرطوم، الآن اجتماعات الكيزان جوا الخرطوم قاعدين بيجتمعوا، واجتماعات دورية وفي الجزيرة بيجتمعوا، في السماء بيجتمعوا قاعدين الآن. شوكتهم قوت، القوالون منه؟ القوالون القحاطة، القوالون حمدوك، القوالون الناس اللي وسغنا فيه ونقولنا ممكن يرجعوا لنا بلدنا، الناس اللي قلنا ممكن يحاكموا لنا الكيزان، الناس اللي قلنا ممكن يزيلوا لنا التمكين، ما زالوا تمكين لأنه هم مفكرين في تمكين، لأنهم هم بيمكنوا في نفسهم. عشان كده ما اشتغلوا بالتمكين كثير، بس بيشيلوا بدخلوا وبيقوا شغالين في محاصصاتهم. انت حزب انا حزب، ده حزب انا حزب، والبلد ماسكه منه مجلس شركاء الحكم. خط وبا كده كلمتك قلت لك القرار هي قرار ثاني من المجلس ده، المجلس ده تكون عشان يمشي القرارات، المجلس ده تكون عشان يديروا بالسودان، عشان يمشوا بالسودان. وانت ما مصدق مجلس ده لا عنده علاقة بالسودان ولا فكرة سودانية ولا عنده علاقة بفكرة قحاطية ولا فكرة من برة. مجلس من برة تكون من برة ويشكل من برة. المجلس كده عشان يمضي يقول نعم حاضر، فيه الناس القابضين كلهم. شوف المجلس وخش شوفوا منه الناس القابضة كلها، الناس القابضة من المحور كلها فيه وخدتها جوا. هاي دين الناس وفلان 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 وفلان، عشان هو يقول داير يدو يسوي الحكومة يدوكم مسيطر فينا نحن، وإحنا الشعب السوداني طلعنا صورة عشان نبيع وطننا، عشان نبيع قرارنا، عشان نبيع سيادتنا، عشان نقعد نتبكى زي الحريم، عشان نقعد نخط يدنا في خدنا ونقول والله العظيم الشركات ماسكينها. حمدتي ليه؟ حمدتي أرجل منك؟ برهان أرجل منك؟ أرجل منك لو في يدهم الصوت ولا غيرهم كان ماسك البلد دي وثلاثين سنة شناو؟ غيرهم كان ماسك البلد دي عنده أربع جيوش شناه بجيوش وبأمن وباستخباراته بكل حاجة شنو ده المعادل شنو؟ عشان كده أطلع لي بلده يوم 20 تزبط كلها، ما في ولا مجاملة ولا في طبطبة ولا في كذب ولا في نفاق ولا في زول من الصعاليق اللي لسه على الفوق يجي يتكلم بعدين يقول هو في الشارع، لأنه إحنا ما شفنا منه الحاجة، كله كلامه كذب
كذب بدون أي أفعال. حنعمل حنسوي وشغالين في سلطة. في سلطة بس ده بين ده وإنت هنا وأنا هنا وإنت هنا وحكومة كلها يا حزبية. وإحنا الشعب السوداني طالب. طالب شنو؟ طالب كفاءات. ترهل في الحكم والشعب جيعان بيعاني. الشعب الآن رطل السكر حصل كم؟ حصل كم؟ ما 300 بين يوم وليلة بس بين يوم وليلة. الموية كم؟ بمليون ولا بكم؟ الكهرباء بكم؟ يجيب من وين الشعب؟ العيش ذاته اللي بيجيبوه ده الصغير ده ده اللي 5 منه عشان يأكل زول في ويبة وما في. أهي يجيب من وين الشعب؟ انتوا لا طلعتوا عشان الشعب جيعان، لا طلعتوا عشان بس طلعتوا عشان تدافعوا لزول تورونا انه والله زول ده لا لا والله احنا الوطنيين شفناهم الرجال. الرجال شفناهم في القياده. الرجال شفناهم في المواكب بيموتوا كيف. الرجال شفناهم احتغلوهم وقتلوهم عديد. ولا طلعتوا ولا تكلمتوا جايين ناس تسوقونا وطلع صلاح مناح شنو؟ صلاح مناح شنو في الثوره ده عمل شنو؟ انا داير اعرف. سوى شنو في الثوره؟ عمل شنو؟ حاسب منو طلع عشان ما تبقى قحاطي غزر ساقنا. حاسب منو؟ صلاح منا. سجن منو؟ صلاح منا. دخل منو سجن؟ صلاح منا. قلع قروش ما في كلام كله كذب. كيزان الآن عايشين رفاهية ما طبيعية. الكيزان الآن عايشين في نعيم. الكيزان الآن ما في زول بزالو. كيزان الآن الأراضي شالوها منا رجعوها والله غصبا عنه وجايين يتكلموا لك في ديل يقول لك راضي وما كله كذب ونفاق. عشان كده اطلع لبلدك رجع بلدك تاني ما تتغشى. انت تغشيت الف مرة. الف مرة غشوك والف مرة لعبوا بيك عشان كده تاني ما تتغشى. اطلع رجع بلدك رجع بلدك رجع بلدك. خليك فكر. فكر في الزمن في الزمن اللي اختاره أسي طلع قال. ليه طلع قال؟ لو كان طلع زمانك انا والله بطلع اقول الكلام ده لان الوقت ده يكون كلامي غلط. لانه فعلا هو طلع قال واحنا والله نضحي عشانه. والله نعمل له تمثال نسمي تمثال صلاح مناع بدل تمثال الحرية نخط له تمثال كبير ونعمل عيونه منططة كده نقول تمثال صلاح مناع. لكن صلاح مناع طلع بعد ما شنو؟ بعد ما خراب سوبة بعد ما نفذوا الغرار وبعد ما وقتاي شرد مشى وبعد ما وداد طلعت وبعد ما خلاص ما فضل فيها زول جونا نحن الشعب السوداني لأننا عندنا ريالة. هاي تعالوا يا شعب يا سوداني هاي ودارين يصنعوا لنا بطولة زائفة. دايرين يعملوا لنا تاني بطوله زايفه دايرين يعملوا نفسهم انهم خلاص عشان يطلعوا معانا في الشوارع. والله العظيم نلقاكم في الشارع نبيل لكم قبل الكيزان عشان نوري الكوز اننا نحن ناسنا لما غلطوا فينا بليناهم لانه ما نفذوا لنا العداله فيكم. ما بنخليكم اليوم الدين ما بنخليكم. عشان كده اطلع يا شعبي يا سوداني صورتك شارعك يوم 20 رجع وطنك. شيل السياسات دمرتك. شيل سياسات الفيران دي. شيل السياسات اللي دمروك بيها. شيل السياسات الفاشلة بتاعت بنك النقد الدولي. شيل السياسات اللي جايين تطبقوها فيه. سياسات زي دي ما بتطبقوها في بني آدم كده إنسان ماشي ضعيف. إنت راتب وكم ما عارف. ما عملت دراسة عشان تشوف الأجور كم في السودان. عشان تشوف السياسة دي ممكن تنجح ولا لا. عشان تشوف حاجة بديلة. عشان تشوف تعويض. ما عارف بس طوالي طبق الدخل كم ما عارف ولا عملت دراسة ولا لعنات. انت فاشل يا حمدوك. انت فاشل بالفم كله قدر ما نطلع كل يوم بتثبت انك فاشل وافشل من اليوم اللي قبله. اي يوم يمر انت فاشل وافشل من اليوم اللي قبله. لازم تعرف انك فاشل لانك لو فيك ذرة بتاعت اخلاق لو فيك ذرة بتاعت اخلاق بتنزل لانك جايب منك عشان كرسي تنفس ما بتطلع. لكن احنا بنطلع قصبا عنك قصبا عنك بنشيلك يوم 20. يوم 20 بتعرف الشعب السوداني دايرك ولا ما دايرك. يوم 20 بتعرف الشعب السوداني كرهك ولا ما كرهك. يوم 20 بتعرف مكانتك شنو لانه ما داير. خلاص جربناك لقينا كيسك فاضي ما عندك اي فهم ما عندك حاجة قدمتها لنا. سياساتك كلها فاشلة. كل سياساتك فاشلة. ملفاتك انت مسؤول منها سلمتها للعسكر الكعب ده. ملفاتك اللي انت مفروض تنجزها ليه سلمتها للعسكر. صلاحياتك انت ليه شلتها اديتها للعسكر. سؤال. صلاحياتك انت المفروض تعملها من سلام للجنة اقتصادية ليه سلمتها للعسكر. انا سؤال. بس سبب واحد يخليك تسلمها للعسكر. السبب شنو بيخليك تسلم حمدتي ملف السلام وانت الملف ده حقك انت مكتوب في السبب شنو؟ ما احنا دارين نعرف. احنا ما دارين. احتمال احنا نغير راينا. احتمال يكون انت شايفه اكتر مننا. في سبب يخليك واحد تسلم ملفاتك بتاعت السلطة المدنية.
الخطة التنفيذية لحميتي وللعسكر ما في سبب يخليك تسلمه. صلاحياتك كلها سلمتها للعسكر، بقيت قاعد بس سياسات خارجية. بقيت قاعد سياسات خارجية. نرويج دقت لي، تعال شوفوا الإنجليزي حمدوك بيتكلم إنجليزي كيف؟ تعال أحضروا حمدوك منطقون إنجليزي. شعب السودان الآن بيشرب في إنجليزي. شعب السودان الآن شاي صباحه بإنجليزي. الشعب السوداني بيحشي في الفطور إنجليزي. كل زول بياخد له كلمتين من حمدوك بيحشيهم بالشطة عشان يفطر. إنجليزي شنو يا متخلف؟ إنجليزي العالم ده كله بيقول إنجليزي، العالم ده كله بيتكلم إنجليزي. ما في زول الإنجليزي ذاته بيقيسه. قيس لنا بسياساتك، قيس لنا بإنجازات حمدوك. أدينا الإنجازات اللي عملها حمدوك، قول لنا عمل واحد اثنين ثلاثة عمل. قول لنا حمدوك عمل عمل عمل. قول لنا الخطة اللي عملها حمدوك 20 80 30 70. ما في ولا فكروا لهم في مشروع ولا قدام ولا الآن ولا بكرة ولا في سياسات عشان ينقذوا البلد. بلد ماشي بالرزق اليوم باليوم، كل زول شاهد عكس، كل زول شغال على كيف، وهيبة شغالة قالت بنمشي الفترة الانتقالية غصبا عن أي زول، غصبا عن أي زول تمشي الفترة الانتقالية هاي، لأنك دعمك حميتي، لأنك جايبك حميتي مقعدك بالرجال وانت ما فاهم حاجة، لأنك انت بتطبل لحميتي وبتدافع عن حميتي، عشان كده ليك حق تقول الكلام ده. عشان كده يوم 20 اطلع لبلدك، بلدك اتسرقت، بلدك اتنهبت، انت طلعت عشان تجيب وطن، عشان تبني وطن بالاخلاق، وطنك اتدمر. والان بيبنوا لك في شنو؟ بالغزاره والخيانه والفساد والقتل، كل حاجه بيبنوا لك فيه، كل شيء بيبنوا لك فيه. اطلع لوطنك، رجع بلدك، بلدك اتسرقت. ما عندنا حل الا نبقى يد واحده، نبقى وحده، نرجع زي ما كنا اول، نرجع تسقط وبس كلها. ما الا ديل احنا نجيب البديل، ما قالوا احنا متفقين على مدنيه، ما دايرين نجيب لا مدنيه لكن مدنيه. الشعب السوداني مليان، ما الا ديل جربناه وفشلوا، ديل فشلوا خلاص. حمدوك فشل في الاف، حمدوك في الاف السوداني، ما جايين احنا جيبوا اي زول كفاءه. السودان مليان كفاءات، بنوا العالم ده خلاص. انتوا فشلتوا، اطلعوا احتزروا، قولوا والله فشل، خلوا غيركم يجي يجرب. فشلتوا بمعنى فشلتوا، سياساتكم كلها فشلت. الشعب السوداني بيعاني، الدولار حصل 450 وماشي، لا قادرين توقفوا دولار، لا قادرين تعملوا حاجة، لا قادرين تسووا حاجة. عشان كده اطلعوا وقدموا استقالاتكم وقولوا للشعب السوداني احنا بنحتزر، وخلوا الشعب السوداني يجيب البديل. والشعب السوداني مليان، مليان كفاءات وطنية، ومليان ناس عندهم فهم في الاقتصاد، ومليان ناس عندهم رجالة، ناس عندهم اخلاق، عندهم وطنية، ناس ما جاية بس تقعد في كراسي وتجيب لها 16 عاطل وزول جايبينه في حكومة والبلد تعبانة وروحها مالك. واحنا قلنا زول ده والله زول ده عنده فهم ما طبيعي، وقلنا حمدوك ده والله رب الاقتصاد ورب السياسه ورب المجتمع الدولي كله، عارف اي حاجه. لما ليه معاه 16 عاطل مستشارين، 16 مستشار دي شوف الرواتب دي كم، حريكه، امجد فريد، الشفيق خضر، امرايم خضر، عثمان طه، منو 500 مستشار، ده رواتب سايدي خزينه فضه. 16 صعلوق ما عنده اخلاق، من مزرعه لمزرعه رادموا لنا في مكتب، ما تعرف بيتمنوه 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 في شنو. انت دار تدلك شنو انت وكيد قدر ده بتجيب 16؟ حميتي، حميتي ما عنده زيك 16 مستشار، حميتي معذور نقول ما فاهم ما دارس، جاب لي 16 مستشار. انت مالك، انت غالبك انت ما زول اقتصادي وسياسي وعامل نفسك عندك، بتجيب ده لشنو وكيد انت دار تمشي وطن وعندك فهم وعندك. الزول اللي بيجيب المستشارين ده اللسان اللي بيكون ما فاهم حاجة، الزول اللي بيكون ما عنده حاجة يقدمها، الزول اللي بيكون ما مقتنع به هو فهمه شنو، يعني بيكون ضعيف. لكن انت زول ما شاء الله عامل فيه انك انت خبير وطورته، ولا طورت لك دولة، والله ما طورت دولة ولا عملت لك في دولة. زيمبابوي هديك زي ما الله خلقها راكدة في الواطة مكسرة، طوبة مكسرة، ما في حاجة عملتها، ما في شيء ثم الصفحات بتاعت أولاد البيرات، بتاعت اولاد البارات، بتاعت محاربه الكيزان جات معاك دي بتلمح فيك انه حمدوك ده ايه كده بس، حمدوك ده بس بيجي ولا شفنا منك حاجه. سياسه واحده في الارض ما قدمتها، مشروع واحد كده وطني ما قدمته، حد ادنى للوطنيه ما عملته، اي ما عملت شيء ولا فكرت في بس جايطه، كل همك الامم المتحده، المانيا، امريكا قالت، اسرائيل، الامارات، بس ده شغلك كله. عندنا هنا دارين يدعمونا، عندنا عندنا مؤتمر بتاع مانحين، عندنا مؤتمر بتاع هنا، وين مشينا القروش؟ قومه للوطن، القومه لحمدوك، القومه وين مشت دي كلها؟ مشت وين؟
مشت وين؟ لأنه الفساد أكثر من أي حاجة في السودان. في السودان الفساد يسود، الفساد في السودان كمية غزاء وكمية، ما في ترفع حاجة تلقى فساد. أي زول تخطه في منصب فاسد، ناس الفساد شارباه وشراب ورضعاه ورضاعة. يعني لو ما شال الفساد ده، لو ما تنظف البلد، لو ما تحققت العدالة، ما في سودان بتقدم، ولا ألف حمدوك بيقدم وطن، ولا ألف حمدوك يقدم وطن لو ما تحاكم القاتل الفاسد المدمر البلد، لو ما رجعت شركاتنا كلها لوزارة المالية حقتنا واستفدنا منها كلنا الشعب السوداني. الوطن ما بيتقدم، ما بيتقدم بالرجال ولا بالسياسات الخارجية ولا بالاقتصاد اللعري ولا بالسياسات الغلط. عملة ما غيرتها، عملة عملة عملة. أي زول لو دارس اقتصاد جف دخل بلد عرف أنه البلد دي فيها فساد 30 سنة، عملة قاعدة 30 سنة دي معناتها النظام السابق عنده 6 مطابع بيطبع، 6 مطابع يطبع معاك في القروش، معناته انت يوم القيامة السودان ده ما كان حيتطور. والله ليهم يبعثون السودان ده، لانه ابسط حاجة العملة عشان تنهي المطابع، عشان تنهي حاجة سمة تزوير الكيزان، عشان تنهي حاجة العمر المزيفة، عشان تشيل التضخم من عشان تعرف الحرام منه، عشان تعرف قروشك وين، عشان تعرف قروش الوطن وين، عشان تعرف اللي بيشتري العملة بالدولار ده منه، عشان تعرف الحرامي وين مكانه. لكن ده كله ما عمل ده، ودار وطنك يتقدم ودار السودان، واحنا نصدق واحنا نقعد هاي شكرا الحياه بقت بكده. لا نجوع، لا احنا طالعين ليه فكر؟ وين هو الفكر؟ احنا طالعين ليه فكر؟ ما هي ما طالعين ناكل ونشرب جوعنا. فكرك عملت شنو؟ خطتك شنو؟ مشروعك شنو عشان انا اصبر؟ حكمت لي كوس سنتين في كوس شفته اتحكم شهر في محكمه، كيزان كتلوا الناس، الكيزان المحترفين قالوا احنا بدنا في دارفور وقتلنا في دارفور، ولا مفروض قالوا محترفين حاكموهم، في زول سلموه محكمة دولية، في كوز الآن بيفتشوا له زمانك ودايرين واختطفوه، والكوز دايرين وين؟ ولا في زول استلموه، ولا في زول اتحاكم، ولا في كوز. الكيزان احرار، لا من اين لك هذا طلعت، لا في زول قال لي انت جبت قروشك من وين، لا في كيزان حريل الجزيرة دي مليانة كيزان، قسما بالله كيزان الجزيرة براو ده اقتصاد غايم بذاته، كيزان الجزيرة اقسم بالله غايم، ده انا بعرفهم شخصيا بعرفهم، ده اقتصاد غايم بذاته، ده شايلين الراضي، شايلين مزارع، شايلين دكاكين، شايلين اي حاجة، اي حاجة جاي سيارات معارض عندهم. يعني ده براه ده اقتصاد، وما في زول حسب لزول، واحنا منتظرين يجي واحد يحاسب لنا واسي طالع لنا بشنو مناوي مصالحة مع الكيزان. يا شعبي يا سوداني، نحن مهما كنا البلد دي ما بتتقدم إلا نعمل مسلم، بلد ما بتتقدم، البلد بتتقدم بالعدالة يا مناوي، البلد بتتقدم لو يتحاسب القاتل، البلد بتتقدم يا مناوي لو يتحاسب الفاسد، البلد بتتقدم يا مناوي لو الإنسان المناسب في المكان المناسب. لكن إنسان ما فاهم حاجة أجيبه وأبقي وزير يا مناوي البلد ما حتتقدم، زول ما فاهم حاجة أجيبه وأبقي حاكم إقليم يا مناوي البلد ما حتتقدم، إنسان ما عنده شغل أجيبه وأحطه في الوزارة البلد ما حتتقدم. لكن البلد بتتقدم لو جبنا الإنسان المناسب في المكان المناسب، قال بنجيبه الإنسان المناسب في المكان وخلاص. لكن يا مناوي تشترط على أنه السودان ما بتقدم إلا نعمل مصالحة مع الكيزان؟ معقولة؟ معقولة يا معقولة؟ بس إلا نعمل مصالحة مع الكيزان حتى إحنا قمنا بالثورة 30 سنة، ما كنت تقول لنا الكلام ده قبل ما نقوم بالثورة؟ ما كنت تقول لنا الكلام ده زمان؟ كنا ولا طلعنا ثورة وفرنا وقعدنا، يعني شنو إحنا عاجبنا فيكم شنو؟ عاجبنا فيكم شنو؟ يعني إحنا جايبينكم إنتوا عشان إحنا نطلع ونضحي والناس تموت في الشوارع عشان إنتوا تجوا تقعدوا تنظروا فينا تقولوا إلا نصالح الكيزان؟ الناس طلعت عشان إنتوا تجوا تنظروا فينا نحن وإلا الناس تصالح الكيزان؟ كنت تقولوا الكلام ده زمانك؟ الشعب السوداني ما كان طلع لو إحنا أساسا كده، ولا كانوا الناس ماتت؟ الناس تموت ليه؟ عشانك إنت؟ عشان جبريل؟ عشان عربان؟ ليش لو يموتوا؟ عشان إنتوا تجي تصالحوا الكيزان بعد ما الناس تموت؟ عشان الكوز يتحاكم؟ عشان الفاسد يتحاكم؟ عشان القاتل يتحاكم؟ جايين تعملوا لنا عفى الله عما سلف؟ لا ما في معليش يوم 20 البلي يشمل الجميع، البلي يسع الجميع، كلكم تتبلوا لأنكم ما عندكم أخلاق، لأنكم ما عندكم وطنية، لأنكم همكم مناصب، خلاص ضمنتوا المنصب
ما عندكم هم تصالحوا الكيزان ما تصالحوا الكيزان تعملوا صداقة معاهم ما هم معكم الكوز شنو بس انتوا دارين الكرسي قصة كوز وما كوز دي ما فارقة معاكم قصة ده كوز وده ما كوز دي ما ولا بتاكل معاكم انتوا همكم الكرسي وقبضتوا في الكرسي تاني ما بتشوفوا حاجة ولا بتوعوا بس كراسي تقعدوا في الكراسي خلاص وتعملوا نفسكم سناير على الكيزان والكيزان أصحابكم تمشوا ليهم ويوكم والشعب السوداني ضحى وتعب وعانى عشان يشيل الكيزان عشان مستني اللحظة اللي بيشوفهم في المشاني منتظر اللحظة اللي بيشوف القاتل فوق معلق والشعب يطلع منتظرين الفاسد اللي بنعرفه نحنا يشيلوا حاجاته عشان احنا ننبسط الفاسد يجي ماشي بيقى يعاين لنا ويحمر لنا زمانك بعد الثورة ولا كان بيرفع راسه زي الحاجة اللي والله بدنقل في الواطن يجي ماشي ولا بيطلع يطلع يمد رقبته ويعان في الشارع ما يلقى لزوم حتى يطلع برا الآن بيطلع في وضع النهار ويطلع وعامل نفسه شيخ يطلع ويدل في الشارع الآن ليه؟ لأنه لقى لناس ما عندهم أخلاق لقى لناس ما عندها وطنية لقى نفسه أنه ما في زول حيحاسبه لأنه الضوء الضوء الأخضر لأنه محمي من ناس برهان لأنه محمي من ناس كباشي لأنه محمي هاي لأنه محمي لما طلع كباشي مش عمل اجتماع عز النهار في الحتانة والشباب الثورجي بتاع الحتانة طلع ووقف الناس دي كلها دفنت دقن كل زول قاعد يقول الشباب ما في لداعي والشباب ده ليه يطلع وفيه الناس لجنة إزالة التمكين ذات وما فيهم راجل طلع يتكلم وقال ديل ما كانوا متلمين ما كيام محلول كيزان محلولين متلمين معهم زول في الحكومة يبقى هنا الغلطانين ما الشباب الغلطان طلعوا الشباب غلطان وفتحوا له 500 مادة إزعاج عام وناس لجنة التمكين عاينوا تفرجوا وبالعكس قالوا دي ما صح وطلعت مسيرات لمنو لكباشي وكباشي جزء من الكيزان وكباشي المحترف قال احنا فضينا الاعتصام وحصل ما حصل وحدث ما حدث محترف بلسانه والشعب السوداني جينا وتغشينا وساقونا بالخلا لجنة إزالة التمكين لا طلعت اتكلمت لا طلع بالعكس قالت دي ما كده ونحن كباشي وما باقي اللي يمشي بوصل الراسه وكباشي شنو كباشي هو محترف انهم هم الفضل الاعتصام الناس اللي ماتت دي ما يعني الناس اللي ماتت دي شنو دمها ساي ساهل كده دي خيرة شباب السودان ديل الشباب الورد ديل الشباب الغيروا فعلا ديل اللي استاهلوا كل احترام وتقدير والمفروض يجي حقهم قبل اي حاجة حق الشهداء ده مفروض قبل اي حاجة قبل الوزارات قبل اي حاجة العدالة لو ما تحاكم العاد القاتل ده السودان ده ما بيمشي صح ولا في موت بيقيف ولا في دم بيقيف والله ما يتحاكم القاتل والشنق القاتل ما في دم بيقيف في السودان والله من موت لموت من موت لموت والله ما في دم بيقيف لأنه القاتل عادي ما في زول بحازمه بالعكس القاتل بيطبلوا له القاتل بيقول له يا أخ شكرا تعال اقتل زيادة القاتل بيقول له اقتل 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 وخذ راحتك في الكتل الله يديكم العافية ويدي السودان العافية وبإذن الله بإذن الله يوم 20 اطلع مليونتك رجع بلدك حاسب القاتل حاسب المجرم حاسب القاتل حاسب المجرم بإذن الله بإذن الله نحن منتصرين ما عندنا حلل ما عندنا أي حلل تاني ما في حلل يا تطلع ترجع بلدك يا تطلع تجيب بلدك يا إحنا والله العظيم على السودان السلام على السودان السلام عديل خلاص أطلع لبلدك جيب بلدك ما عندك حلل ما عندك أي حلل أطلع لبلدك رجع بلدك الناس يوم 20 كل الناس همها واحد وطن لا طالعين لزول لا طالعين للوطن قبيلتنا الوطن من وين وطني يا ها قبلتي الوطن أنا ما من أي محل أنا قبلتي وطني بنتمي للسودان يكفي أن أنا بنتمي للسودان ما بنتمي لأي قبيلة السودان ده حقنا كلنا يا إما نحافظ عليه نحافظ عليه من الناس الدارين يفرتقوا نحافظ عليه من الناس الدارين يسرقوا نحافظ على خيراتنا الخلاو لنا أجدادنا خيراتنا قاعدة في السودان مليان بقت على ناس محددة خيراتك يا وطن بقوا شايلنا ناس محددة بتقسموا فيها أطلعوا كلك لوطنك في يوم واحد والله ترجع أي حاجة لأننا نحن وصلنا وجاية لسه ماشي لقدام ولسه أسوأ 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 ما حيجيك يوم كويس لأن الحكومة دي ما بترضى ما بتعيش لك في حكم مدني ما بتعيش في حكم مدني كيزان دير والله ما يقعدوا إلا يعملوا لك فتنة وإلا يعملوا لك مشاكل وإلا يعملوا لك أي حاجة عشان كده أطلع لبلدك رجع بلدك ما عندك حلل ما عندك حلل نهائي الله يديكم العافية ويدي السودان العافية وبإذن الله 20 فبراير 20 فبراير
هاي كلك شارعك، لا طالعين نطبل، لا طالعين نصفق، لا طالعين نغني لهذول، طالعين للوطن. عندنا عداله دارين نجيب، عندنا قاتل دارين نحاسبه، عندنا شركات حقتنا دارين نرجع، ما دارين حاجه، ما دارين حاجه ولا دارين نحكم ولا طمعانين في حكم، دارين وطن، وطن يسعى الجميع، وطن يلمنا كلنا 580 قبيله نعيش زي ما كنا عايشين، نعيش في حب ونعيش في وئام ونعيش في في كل حاجه كنا عايشين. دارين يفرتقونا، دارين يعملونا قبائل، دارين يقسمونا، دارين يصنعوا بيناتنا المشاكل. انا اكرهك وانت تكرهني، انا اكرهك وحاربك وجنبس فيك، والمستفيد منه مستفيدينهم، ما في زول مستفيد، مستفيد الانسان العنصر الغزر ما بيستفيد زول. عشان كده خلونا همنا وطن، نرجع وطننا كلنا، نبعد عن اي حاجه بس الوطن. طالعين لمنو؟ للوطن، ما طالعين لزول ولا بني ادم، ما طالعين لوطننا. الوطن اهم من اي زول، اهم مني ومنك. الله يديكم العافيه ويدي السودان العافيه. السلام عليكم. محمد الجعفر يا نور، يا الله ينور عليك يا منجر. والله ما نجر مكي، انا ما بحب كلمة راكز، لانه الراكزين ماتوا وضحوا من اجلنا ونحن عايشين ما الحمد لله. بس اخونا ناصر محمد، اخونا هاجر، حافظ علي عمر، ما نشوف بيحصل شنو غايته. عملنا 35 ماشيين نحن 100 يا جماعه، 100 حقتي وين يا جماعه؟ انا 100 بس، 100 بس، نديكم الزيت ونبقى مارقين. طبعا انا وقت متاخر من الليل. نوم ما في، انا مرحبا حبيت تسابيح يا اخي. يا جمال نور، نور الدين، الحمد لله كويسين يا اخي. بدكورتي شالتنا، شالتنا معليش ما مشكله يا ايمن، خليه يحضر بكره ويضرب لي يقعد يجعجع. صحيتني مالك اصحيك اضرب لي يا اخي. حافظ على عمر يا مرحبتين بك يا اخي. خضر محمد، الله يا خضر محمد الكنزي، والله قاعد يا باشا، والله انت الباشا يا اخي، والله انتوا انتوا البشوات يا اخي. عملنا 43، انا يدي 100 نفر وما اظن انا حصل لل 100 نفر. يا رشيد كيف الحال؟ ان شاء الله كويس اخوي، شكرا على كلمة الشير دي يا اخي. طيب يا جماعة، خدر قال لي لا بسكت، انت ما بتسكت ولا بنوم. والله ما بسكت يا جماعه، والله العظيم جد كده. فخر الدين كيف الحال؟ ان شاء الله كويس. زول ساي سلامات عمك، الله يا اخي مرحبتين بك يا اخي، مرحب باي انسان دار ينسف الحق، ومرحب باي اخو انه دار يوحد الشعب السوداني، ومرحب باي انسان انه داري يفرش البرش وقاعد النازل في البرش في ضوء القمره، و داري بقادي يا اخي، بقادي والله يا اخي انا داير اضرب لك، لكن تليفونك ضاع مني، لو في طريقه اضرب لي يا اخي، والله دايرك في المحنه اللي احنا حنواجهها في الايامات المقبله الجايه. طيب يا جماعه، انا والله يا اخي الشعر دي ماكله انا معي جنبه شديد جدا جدا، كوبايه الجبنه يا اخي يعني الا امشي اعملها واجي الله يلا كده، عشان ما نذكر تعليقك يا اخي هناي.
يا سمير. والله يا سمير ادريس معلش يا اخويا، الليله بس طالع لك كده ولا كوبايه جبن لا هذا لا ذاك. يا ندى شنوش كيفك؟ ان شاء الله كويسه يا اخ. معلش يا اخي طلع لكم في وقت متاخر، والله ما قاصد، لكن والله يا جماعه انتوا عارفين انه الشغله محزنه، الشغله مؤلمه، الشغله انه احنا بدنا نوريكم الطريق بس، لانه احنا حياتنا في الدنيا دي ما طويله. خلاص احنا كل واحد فينا يوم بيصحى بيمشي ماشي على قبر. انا يا اخي الليله يا اخي عمري يا اخي خليه كده بس، ما فتنا الخمسينات لكن ماشيين عليها. فبنديكم النصائح، انتوا الناس الغاليين يعرفوا انه بلدهم دي ماشيه وين. ان احنا ناس شفنا وعرفنا وما في زول بيقدر يعني بيقدر يغشنا ولا بيلف ويدور علينا. ده ليكم انتوا الشباب ولاولادي لو ربنا قدام برضو عمر الاعمار كلها بيد الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. نترحم على شهدائنا لأنه أنا عارف إنه الناس في اللايف ده بترحموا على الشهداء من قلبهم، لكن ناس الحكومة دي ما عندهم حاجة، بقول لك يا أخي ما في ثورة من غير شهداء، يعني خلاص المات مات. وبرضو نتمنى الشفاء العاجل اخواننا واخواتنا الكنداقات اللي هم اتصابوا واتاذوا واتعذبوا عشان يجيبوا عداله وسلام وحريه. براون والله انا ذاتي بفتخر بيكم يا اخي. ونترحم برضو على المفقودين اللي هم يعني. طيب نقول عودا حميدا للمفقودين ونترحم برضو على المفقودين اللي ماتوا، يعني في مفقودين برضو استشهدوا يعني حكم عليهم بالاعدام زي ال 28 ضابط، يكونوا ماتوا تعذيب ولا بيكونوا ماتوا برصاص والى اخره. انا عندي حاجتين طالعين والحاجتين دي عليكم الله مشيروهم، و عشان الواحد يلاقي ربه نظيف انه يقول والله انا اديت رسالتي يا ربنا. ما معروف اللي بيحصل شنو في الايامات الجايه. طيب يا جماعه نبتدي كلامنا ب خليني من الالف جثه اللي جوها في 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 الخرطوم او المكنه اللي رابطين علينا بتاعت انه يا اخي والله يا اخي المشارح وما المشارح. يا اخي في حاجه اسمها اكرام الميت دفنه. اكرام الميت دفنه. ده ربنا اللي هو قال اكرام الميت دفنه. في حاجه ثانيه بتقول لك يا اخي ربنا ده يعني ما خلى لنا حاجة. يعني البني آدم ده ربنا عظمه يا أخي. ما ممكن تخليه يا أخي في 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 ثلاجات لغاية ما يتحلل ويعفن. وأنتم عارفين البني آدم ده يعني لما يتحلل ريحته أحفن من الأكعب اسمه شنو؟ كلب ميت ولا ما اعرف شنو. عشان كده ربنا يعني القرآن ده ما نزل ناقص ولا نزل فيه حاجة ما ياها. طيب يا جماعة ناخد بالعقل. بالعقل كده. حمدوك الليلة قالوا حل الحكومة. والله البطارية بتاعتي انعل أبو الكهرباء وحسبي الله ونعم الوكيل في 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 فيك يا حمدوك يا قاتل وفيك يا برهان ويا حميدتي يا قتلة. طيب يا أخي عشان أن هنا فضلت ليلة كلها كده كم شريط بحاول بقدر الإمكان أن أنا أطلع اللايف دي أنه يكون لايف مفيد للناس كلها للشعب السوداني كله.
طيب في 165 جثة اتحللت في مدني، وده في عهد ابنه في عهد حمدوك والبرهان القاتل وحمدوك القاتل و اسمه منو ده؟ حميدتي القاتل. يا جماعة كده بالعقل من غفير المستشفى اللي حصل فيها الكلام ده ليه رئيس الوزراء مسؤولين عن الكلام ده يا جماعة؟ وكل راع مسؤول من رعيته. ما الكلام ده ما منطق بالمنطق. يعني ليه مدير المستشفى وين؟ وزير الصحة الاتحادية، وزير الصحة الولائية وين؟ وين مدير المستشفى؟ وين انه ناس تموت وتعفي في ثلاجات؟ ومن غير محاسبة، ومن غير انه يكون في مجلس تحقيق، ومن غير انه الناس دي المفروض تنصلب، قد النظر عن انها تتحاكم، تنصلب عديد كده، تنصلب في حق الناس. يقول لك مجهولين الهوية، كيف يعني مجهولين الهوية؟ في سوداني مجهول الهوية؟ الليلة دي في ما منطقة حدودية، دي مدني تبعد من الخرطوم 170 180 200 كيلو متر يا جماعة، يكون فيها 160 جثة ميتين، يقول لك مجهولين الهوية. هل ده منطق؟ هل ده منطق انه الليلة رئيس الوزراء ما يطلعوا يتكلموا لغاية ما رجال المقاومة دارين يدفنوا بالدس؟ يعني دارين يدفنوا شنو؟ يدفنوا بغايا بتاعت ريحة بتاعت ناس ماتت؟ يدفنوا شنو؟ يقول لك يا اخي دارين نشيل منهم الدي ان ايه، انت الدي ان ايه لما هم كانوا بيقولوا شنو هم؟ يا سيف سامي ما تقعد تشبكني يوم 20 فبراير تسقط وتشكط، بس تشكط كمان، يعني ما تخلي الناس يا تعلق، ما خلاص انت وريت رسلت رسالتك، خلينا نتكلم يا جماعه. تشبك التعليقات تسقط تشكط 20 فبريل تشكط بس، فخلاص انت وصلت رسالتك والناس عرفت انها تسقط، خلاص خلينا احنا يعني كمان نرسل رسالتنا ونفهم الناس القاعدة هنا ده الحاصل شنو. فما تشبكنا تسقط وما تسقط، خلاص الناس فهمتك. طيب يا جماعة، فما يا جماعة الكلام ده عشان ما نقعد يعني ما تطلعوا الناس برا الحاجه، الرساله داري وصلوها عليكم. الرساله دي مهمه، افهموها. بعدك اقعد تكتب تسقط ولا تحرق ولا تغرق ذاته. نحن حرقانين وغرقانين وميتين، ابونا طالعين جوا الدوله دي. طيب يا جماعه، الناس لازم تفهم حاجة معينة، بس في حاجات نقط يعني دارين نوصل اليكم. يعني احنا مش مع الاسقاط، يعني احنا مع تولي فيم كبريته كده يبقوا كلهم، لكن ده لايف مهم. اسمع الحاصل شنو عشان انت تقدر تستوعب انت الاسقاط لشنو والحاصل شنو. لازم تعرف حقك شنو. الناس كثيرة قاعد تقول لنا يا اخي انتوا السبب وانتوا السبب وانتوا السبب، يا يعني الناشطين ما بتدونا. وواحد حس يطلع لك، حس في واحد يطلع لك يقول لك الحل شنو. انت اسمع كلامي عشان تعرف الحل شنو. كويس، البني ادم ربنا كرمه، انت اذليته اهنته، حتى في موته في 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 موت في موت البني ادم ده ما اكرمته ودفنته. لما هو كان سالم لسه ما شلت منه دي ان ايه، وما حاولت تحلل وتعرف انه ده منه. كويس، ليه الحاجات دي بتحصل؟ لانه ما في زول خايف من العقاب.
ما في عقاب، ما في قانون، ما في ناس بتواجه الظلم والطغيان. كويس؟ فدي مشكلة كبيرة جدا جدا، انه الواحد يعرف انه حسي حاليا الوزراء الحسي غالوا مكلفين ما مكلفين، في ناس ماتت. الناس اللي ماتت دي لما يجيبوا لي وزير جديد، وزير صحة جديد او مدير مستشفى جديد، هياخد حق الناس اللي ماتت دي منه؟ الناس اللي ماتت دي وتحللت وتحفنت، حيقول لك ما في حاجة، أنا ما عارف حاجة عن الموضوع ده أصلا. أنا جيت استلمت امبارح، في البلد دي من 56 إلى هذه اللحظة ما أخذ حق شهيد واحد. يعني احنا شغالين تأمين للشهيد، يا هو نفس قصة عمر البشير بتاعت انه ارث الشهيد وما ارث الشهيد. يا جماعة ارث الشهيد وما ارث الشهيد، مش له اولاد الناس كانوا يكتلون في الجنوب وين وين وين، ويجيبوا لك سوى سكر يعمل لك خيمة كده ومعرس 40 حورة عين. معلش قدامها خلاص يا اخي، معلش مش هكتب كلامك ده في حته ثانيه. الحور العين وما الحور العين يا اخي، نفس المكنه نفس المكنه. قعدت فكرت كويس يا جماعه كده عشان الناس تفهم انه وده ضابط كيفك ان شاء الله كويس، عشان الناس تفهم. والله انا والله ما قدرت انوم لما انا قعدت فكرت في الموضوع ده وعرفت انه ان احنا في النهايه انه ان احنا ما حناخذ لا حق لا باطل. طلعت اللايف ده والله لانه لغايه بكره ممكن الكلام يضيع مني، انه راس الزحم بمشاكل الدنيا اللي كتروها علينا، انك تطلع من حفره تقع في دحديره، تطلع من الدحديره تقع في بير، تطلع من البير تقع في بير اعمق منه وتتقرب. ملهي انت في حاجاتك دي، ملهي في عيش وانبوبه وغاز ودواء وماء وكلام كثير لهينك بيه. حاليا في الحصل في الناس اللي ماتت دي ما حيكون في محاسبه لاي زول ولا لمدير المستشفى. هل سمعتوا انه جابوا مدير المستشفى المدني حاسبوه ولا سالوه؟ كويس؟ يجيك ما عارف منو ذاك بحنك فاشل ويطلعوا لك مواضيع بتاعت ما عارف منو ذاك صلاح مناع وما عارف منو ذاك الكوز وذاك الحله، والناس دي عارفين انه ذي الكيزان والحلل كلهم 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 في خندق واحد. قعدت فكرت في الشغله دي باريحيه كده وطلعت لي انا بموضوع. فكروا فوقه انتوا كشعب سوداني، فكروا فوقه كشعب سوداني. دقيقه يا جماعه نزلكم. ان شاء الله يقعد. كويس؟ فكروا فيكم يا شعب السوداني، الموضوع ده والله العظيم خطير يا جماعه. عشان ما تقعدوا تلفوا كده وهنا، يعني احنا بنديكم الزيت. بنديكم الزيت وبنوريكم الحاصل شنو، واقعدوا فكروا فيها براكم. خلوني من ودع انا قريب وهيبه الانتقاميه والجماعه اللافين دير والحاجات دي. وروني بس كده انتوا كشعب سوداني انه اللي حصل في 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 مدينه مدني دي انه ينسكت عليه. كويس؟ وروني في المقبره اللي حصلت دي القبضوها ما عارف قالوا في ام درمان وما بعرف شنو والكلام الكثير ذاك، وروني حصل فيه شنو. ما في اي حاجه حصلت فيه. طيب يلا يا جماعه نرجع تاني ونتكلم
في حاجه معينه وبسيطه ولازم الشعب السوداني يفهمها. يا جماعه الكلام ده واضح عندكم حاسين، وكل يوم بتنجلي الامور. الكيزان مستحيل يجيبوه في محاكم لا دوليه لا حتى في السودان. السبب كالعادي، الليله انا قبل طريق حرامي سرق مني الرشاشه دي. دي اول قضيه انا بمسكه بيها. بعد ذاك بشوف لو عنده قضايا اخرى. ده المفروض يحصل. ده المفروض يحصل. اقبض الحرامي بالحاجه اللي قبضته بيها حاليا. بعد ذاك اشوف قضاياه الاخرى. لكن ما بجيب ليه حرامي احاكمه بمحاكمه بتاعت 89 وعنده وعنده محكمه يا بتاعت الرشاشه دي حاليا. ده معناته سواقه بالخلا. طيب يا جماعه ليه انا قلت الكلام ده؟ قلت الكلام ده لانه في حاجه معينه لازم الشعب السوداني يفهمه. خلوني من اول حسي ادق لك في هبه ام حيل الانتقاميه وادق لك في ما بعرف منو في شنو. الامور انجلت حسي حاليا بالنسبه لي انا. انا ما سياسي لكن انا بقعد بفكر، الله اداني مخ اقعد الم الحاجات دي مع بعضها عشان انا اطلع لي بنتيجه، عشان انا اعرف الدوله دي ماشيه وين او انا ماشي وين. يا نقفل تلفوناتنا دي ونقفل الواتساب حقنا ونقفل الحاجات دي وبعد نسكت. ليه؟ لان الشعب السوداني عاجبه الكلام ده. يا جماعه بالمعنى بالمختصر المفيد، عمر البشير مستحيل يجيبوه في محكمه امام الشعب السوداني او امام لاهاي لانه حيسوق. خليني من الشق العسكري اللي قاعد معاه حميتي وحمدوه حميتي وبرهان والكيزان الوسخانيين في الجيش ده ما بلعبهم. في نخب سياسيه برضو اختنت من وراء عمر البشير، في نخب سياسيه اكلت في مائدته متسولين كانوا على مائدته، وفي نخب سياسيه برضو يعني كانت معه في العبادات الجماعيه في دارفور والخرطوم وفي كايكبار ودفن النفايات والكلام ده كله كانوا معه مشاركينه. ما تسمع الطلس الحسي حاصل في الميديا بتاع انه ما عارف شنو محاكمه بتاع 89. يا اخي ازاله التمكين دي عندها حاجتين تعمله. اتكلمنا فوق حاجتين بس، يا صلاح مناع ولا يا العطا ولا يا زفت الطين، كلكم انتوا قاعدين في مجلس. عمموا الشركات، عمموا الاراضي، عمموا الحاجات دي، ما تطلعوا لي زول حاجه، عمموا البنوك والحاجات دي، ما ثوره بتعمم الحاجات دي كلها وبتغير العمله. الكلام ده بننبح فيه لنا سنين. لو انتم يعني فعلا كذا ثورجيه وخايفين على البلد دي بعمم الحاجات دي كلها، بعمل جرد حساب. قال لي احنا جيناكم هناك عشان نجرد حسابنا، كتلتونا ودقيتونا وضربتونا وعذبتونا في حكومه حمدوك، وحمدوك قاتلي. انا واحد من الناس عندي حمدوك ده قاتلي قاتلي المتستر. وعمر بشير زي ما قلت لكم عمر بشير قاتل، لكن عمر بشير مالك الطياره عشان كتل الناس. حمدوك والبرهان والجماعه دي قتلوا كلهم، ما ركبوا طيارات كتلوا الناس. لكن عندهم ادواتهم اللي هم الناس اللي هم يعني حس برهان الرئيس ده كان في يوم من الايام كاتب انا رب دارفور. يعني كان اداه للبشير. فكيف يشيل البشير ده يمشوا يودوه محكمه عشان اقول برهان معاي وحميتي معاي وحميت حمدوك ده نحن جبناه عشان يطلسكم وانا ما عارف شنو البتاع. ليه يقول الكلام ده؟ عشان كده ما حتشوفوا محاسبات. وما تقول لي عداله يا وجد صالح ولا يا صلاح مناع ولا يا هبه، انتوا كلكم بلياتشو او كومبارس عندكم حاجات معينه بتعملوا فوقها عشان انتوا تودوا الكيزان ده ما الى مزبله التاريخ تحطوه في حته
زي ما قال بتاع هنا في مكان آمن. انتوا اهم حاجة عندكم المكان الآمن، والنبع بتاع الكيزان اللي بالجنب ده كله طلص، كله طلص. بنطلع لنا موكب بتاع سوار وبيطلع موكب بتاع كيزان، ما بتلقى كوز واحد فتحوا اللي بلاغ لك، بتلقى لك 400 500 سائر قاعدين في السجون. كيف الكلام ده يعني؟ كيف؟ اقعدوا انتوا كشعب سوداني فكروا في الكلام ده، فكروا فوقه، فكروا في ال... في ال... في السواقه المشل بالخلا دي. كلمه سواقه بالخلا ده كلام شابكين عليه، تامين الشهيد وما بعرف شرع الشهيد وما بعرف ام الشهيد ودم الشهيد ما راح، ولابسين نحن وشاح وما ويجيك تجمع المهنيين يطلع عليك ويتكلم لك في منصه، ويجيبوا فلان ذاك يتكلم في منصه، والقصه كده ماشيه لموت، ماشيه لانتهاء، ماشيه لانه لا حنجيب حق هذا لا ذاك. وانا قلت قبل كده في لايفات وارجعوا والله حق الخروف ما التور، الخروف اللي انذبح في الغابه ما حجيبه. نحن كشعب كده ذات كسوداني قاعدين على الذكريات. تتذكروا لما نحن سنة 1900 وما فيش جبنا كأس العالم؟ تتذكروا نحن لما 1900 نحن أولاد عبد القادر والحبوب والله ما عارف شنو ذاك؟ يعني أنت بس عايشين على الخرافات والقزحبلات وشيخ فلان وسيدي فلان ده اللي عايشين عليه. ونحن دي مشكلتنا نحن الأساسية. دي مشكلتنا الأساسية، إنه القاتل قاعد قدامك والمتستر على القاتل قاعد قدامك وإنت لسه بتعبد وبتصلي للقاتل والمتستر على القاتل، ويطلع لك 70,000 نفر يسيئوا لك وينبزوك عشان إنت قلت كلمة الحق. النائب العام ما حيغيره ولا حتقدروا تعملوا حاجة، والحكومة الجاية هذه حتعمل شنو؟ ولا حتكون في حكومة ذات تلاحر وتلاعب في بعضهم وضرب ومشاكل في بعضهم، وحيجيبوا لك ده مكلف وحيجيبوا لك ده ما مكلف وده لابس وده قاعد وده طاير، وفي النهاية حتركبوا الكركابة ويحكمكم عسكري. ده كل الموضوع ودي كل الرسالة مرسل لكم غض النظر عن داك سرق وداك عمل وداك سوى. دي الافلام الهنديه بدل انت بقيت عندك الداتا دي كلها بتاعت الحاجات دي كلها، الداتا بتاعت الحاجات دي كلها عندك مستلمه كده، ده زي الحاجه دي في الدينه كده. يو تيك اكشن ولا بتقعد تعاي؟ ايش غاز بنزين علاج موت بتاع كله شفتوه، قال ما شفتوه شنو؟ والله ابتلني وتفنن تعذبني وتفنن، ده كله احنا شفناه بالالوان وابيض واسود، ده كله احنا شفناه في الشارع ده. وبعد يطلع لك كم خايب كده يجيف يا اخي صلاح مناع قال بخشمه، قال احنا كنا ساكتين وما دام نتكلم في الشهداء واهل الشهداء وما بعرف شنو ولا لا 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 والكلام الكثير ده، ليه ما دار تتكلم عن الكلام ده؟ ليه؟ الكلام هو واضح. يعني الليله انت يا صلاح مناع في حاجات معينه، صلاح مناع قال كان داري يجيبوا لي كيزان وما بعرف شنو، ليه انت بتمسك ورق؟ انا حسي بتحدى حمدوك والكلام ده ان شاء الله يصل حمدوك، حمدوك ابقى راجل ملو هدومك، خلينا من بدلك الطوال وواقف زي الحنبول، قول لي الشعب السوداني حاصل شنو؟ ما بتقدر بيكون ماسكين لك ملف انت ذاتك. الحصل حسي في مدني ده معروف، اللي بتساءل منه منو؟ من غفير المستشفى لمدير المستشفى، لو ما رجال المقاومه وبعض من رجال المقاومه انها وقفت الف احمر عشان القصه دي ما يعني كان حيدفنوها وانتهوا منها.
وين الحساب للناس اللي قتلوا الناس دي؟ خليني اللي قتلهم، انا قاعد حاسب حسب مدير المستشفى والناس القائمين على المشرحه، وبعد ده كله يعني العذر الاقبح من الذنب. يقول لك يا اخي الكهرباء قطعت وعندنا افكت او ديفكت في الثلاجات، حللوا عفنوا. يا اخي بلد عامله زي العاهره اي زول راكبه ما حرام؟ ما حساب بتاع يا اخي ليه احنا يا اخي احنا يا اخي احنا عملنا شنو يا اخي احنا عملنا شنو عشان انتوا ذاتكم الشعب السوداني ذاته زيت تقول مات بقى ما وفعلا هو ما الحرام كانوا عن البشير والتسول وعن قتل الناس في اليمن قروش دي كانت بتجي رايحه بناكلها نحن يعني نحن قلبنا ما مات من هين مات من اللي عملوه فينا الحكام شيلوا الناس ذيل كلهم احرقوهم قحاطه على كيزان على زفت الطين ذيل كلهم متعامرين على الشعب السوداني انه ما تقوم لقايمه الكلام ده واضح شيلوا اي متسول على 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 على, على طاوله الكيزان كلهم عملاء كلهم وسخ كلهم ما دايرين الخير للبلد دي يعني الكلام ده واضح ما داير اثنين يتناقشوا فوق ماتوا الناس احنا شابكين لك تامين وما تامين وتجينا ديك وجاءتكم حكومه الكفاءات يا حمدوك وزف يزعطوا لك ريشك زعطوك وفي النهايه لو ما لقوك يزعطوك ينتفوك يعني خيالات واوهام في اوهام عايشين الشعب في وهم ما عارف يطلع منها كيف دوامه في ورا دوامه شعب مغيب ولا شعب هو ما مغيب هو عارف الحاصل شنو والله كلامك صح يا موفق اللهم يرحم موتانا بس فيا اخي أنا بشر في النهاية عشان الناس تفهم الكلام ده عشان الناس تعرف إنه الليلة الحصل في المستشفى بتاعت ود مدني أنا من غفيل المستشفى ليه حمدو يعني عندك غفير مدير دكتور ما تعرف منه لما تصل حمدوك رئيس الوزراء يا اخي المانيا يا اخي عندها انجيلا ميركل دي وعندها رئيس وزراء او عندها رئيس دوله قاعد اي شيء بيحصل في البلد انجيلا ميركل لو دبت نمله في البلد دي عارفة رئيس الوزراء البريطاني عارف الملكه قاعده لكن قاعده تمثال ساي البلد ماشيه رئيس الوزراء الغريبه انك انت قاعد هنبول ساي والبلد ماشيين ناس عليك وشفاته كانوا صعاليك في اوروبا جو هنا صعلوا فينا ورونا المكشه بلا بسط انت عايش شنو؟ واحد طوالي مع السلامه بس حنزلكم كده ممكن نرد عليك انا عايز واحد فول بالجبنه فالكلام واضح يا جماعه ربنا عظمك انت كبني ادم ربنا اداك الحق انك تعيش معزز مكرم ربنا قال لي للشيطان اسجد لبني ادم احنا ما قلنا غير ان الحكومه دي اسجد لنا لكن ادينا حقنا هل الناس اللي ارتكبوا الحاجه البشعه في مدني دي هل 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 حيحاسبوا؟ الليله تسمع من مناع بيقول لك يا اخي لازم مصالح مع الوطني مصالحه ومع المؤتمر الوطني مع المؤتمر الوطني والا البلد حتضيع تضيع كيف يا مناع مش يا مناع يا اسمه مناوي
كلكم مناه ومناوي حمدوك حميتي، حتى سبحان ربنا ابتلانا ببلوى ما عارف يعني. كنت بتكلم جبالي مع صاحبي بيقول لي يا اخي دي اسمها اتخارج بس، وده يهو ذاته. فالحين انه يطلعوا بيتين ابو اهل الشعب غاز اكل شراب، من هنا انا بوريكم يا جماعه الحاجات دي كلها معلقه ببعض، معلقه كلها ببعض. الكيزان والكحاتة كيزين في لباس واحد او جعبتين في لباس واحد. كلهم كده واحد، كلهم وسخ في عفن فليذهبوا الى مزبلة التاريخ. ما حد لاقوا لا حق لا باطل من الناس دي، لا خيرا في هذا لا خيرا في ذاك. صلاح مناع انا بالنسبه لي انا الكلام ده حترجع تلف وتبعد لي بعد ده. احنا ما عندنا تضامن مع انا واحد الناس بتكلم عن نفسي، انا ما بتضامن لي مع زول قال كلام الناس ما انتبهت له. يقول لك لا شجاع عمل، قال لكم احنا كنا ساكتين والساكت عن الحق شيطان اخرس، ساكتين عن حق الشهداء، ساكتين عن اهل الشهداء. الكلام ده هذا في اللايف طلعينه ليه وامشي شوفوا ساكت. لما جابوك في الحراسة وبتاع ايوه ونحن سوار وحنكمل المشوار وما عارفين حنعمل شنو، ونحن كنا ساكتين للشهداء وشوفوا الملفات وحس. يا ده قال لكم حسي ما دام قلتها ده ناجي قال لكم الشعب يشيل بقيته ويتخارج. دي اللي قالها خال المخلوع قال ذكر وقال نشيل بقيتنا نمشي وين؟ حسي تشيلوا بقيتكم تمشي وين؟ الكلام ده واضح. مين تزادك بعمل لك حظر، خليني من ده. تعال شنو؟ اريد الراي. الكلام ده واضح. دي رسالة اقعد افكر فيها. المشكلة الأساسية كانت مع الكيزان إنه في موت، إبادات جماعية، في غليان، ما في غاز، ما في اكل، ما في شراب، الحاله كانت بنكاء. طلعنا على الكيزان ده الكلام المنطقي صح؟ حاليا في الموت وما في اي حاجه ثانيه، موت من جميع الاتجاهات، موت من جميع الاتجاهات. موت من جميع الاتجاهات وما في واحد فيكم داري يتكلم. حسبي الله ونعم الوكيل. سبحان الله. تقول كلمة الحق يا كوز، تقول كلمة الحق يا نظام البايت، تقول كلمة الحق يا أمنجي. يطلعوا يدافعوا اللي مناع. يقول لك احنا الثوار، انا احنا ما بعرف شنو، انا ما شفت مناع ده يا اخي. صلاح مناع ده شايل له حجر فكاه في كجر ولا يا اخي. خليني من الاتجاه البحري ما كان معانا نحن في 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 رياده الشارع، ما كان معانا في في دق الكجر، ما كان معانا نحن في محتغلات ده. شالوا القصب خطوه يومين كده وبرطم ده، برطم ده انا حعمل، انا برطم ده حفتش اعمل لكم معاه يا والله العظيم. انا برطم حامل لكم افتش فلقط ملقط، انا بقعد برطم ده كده، ده بعمل معاه لغاء يديكم الزيت كله. ف
الكلام واضح لدى الشعب السوداني، بس الشعب السوداني براود الداير يقعد يلفلف ويدور. يا اخي وروكم انه جابوا لكم مرافيد ومن ناوي هنا كله هذا وظاهر عندكم، كله ناس طلعت من ناس وهم ذاتهم قال لكم الناس دي الخونه كلاب حراميه حيكتلوكم طلعوا ميتين ابوكم منهم هم ذاتهم وشاهد شاهد من اهلي برضه. بعد ده كله فلان يمثلني، التكان يمثلني، موت بالجمله برضه يمثلني، ناس بتعفن في الثلاجات يمثلني، مغادر جماعيه يمثلني، الجوع والالتزام جوع طيب. وانت طلعت على الكيزان لشنو؟ ما جوع؟ طلعت على الكيزان في الجوع وفي القتل وفي النهب وفي الكلام الحاصل ده الحسي حاصل حاليا ده، ما انت طلعت عشان ده؟ انت طلعت عشان شنو؟ قلت ادب شايف انت طلعت على الكيزان قلت ادب؟ ما طلعت عشان نفس الحاصل حاليا ده؟ نفس الحاصل كان عند الكيزان وحاليا حسي حاصل، يعني انت ما غيرت الوضع، انت ما عملت شيء، ما سويت شيء، بالعكس بقى الموت عندك جوا الخرطوم. 200 سمعتوا ثلاجات ومدرمان ولا ثلاجات والمشارع اتملت وعفنت ودسوهم وخدتهم وعملوا، 200 سمعتوا الكلام ده؟ 200 عندنا ثلاجه ذات عفن فيها زول وين؟ بيقول لك يا اخي عندنا الجزء من 2019 ماشي منطق ماشي ما خلوني من كوز وحلة وجا خلوني بالمنطق بس بالمنطق. حمدوك ولين بان عندي واحد سألوه في لغاية التلفزيوني الأهبل بيقول لهم يا أخي والله يا أخي الواحد لو شوف شوف ده الدكتور بتاعكم اللي انتم فرحانين به يا أخي والله واحد لو في أمدرمان وماشي الصحافة يشرب شاي لو بيشتري البنزين رخيص حيمشي، لكن لو اشترى غالي حيفكر ما يمشي. تخيل كوباية شاي من أم درمان للصحافة بالنص، لو اشترى بالسعر الرسمي ما حيفكر انه يشربها في بيته. انتوا جاي تعلموا الناس الأدب وما يشربوا شاي وين ولا ما يشربوا شاي وين؟ فهم غريب وبليد. وبشير لكم انا بطلع البتاع ده بشيره لكم عشان ما تقعدوا تقولوا زول ده هناك في قناه التلفزيون في قناه السودان بيقول لا يا اخي الواحد وقال لها الواحد يعني من ام درمان يقوم يمشي الصحافه يقول ماشي الصحافه البنزين رخيص يشرب كوبايه شاي في الصحافه، لكن لو اشترى البنزين بالسعر الرسمي ما حيمشي حيشرب كوبايه شاي في البيت. بتخيل عشان كوبايه شاي رافع لنا البنزين، ده العذر الاقبح من الذنب. طيب يا جماعه عشان اللايف ده ما يكون طويل عشان اللايف ده يتشير، انا بالنسبه لي في حاجتين لازم تفهموهم، الحركات المسلحه وديناكم زيت. انا بطلع هنا بدي بدق اي زول، ما عندي حاجه لاي زول، ما عندي حاجه لاي زول. ليه؟ لانه انا اصلا ما خلاص ما كلمناكم قبل في اللايف ده، اتكلمت في اول ووريتكم تفكيري شنو انا. ذهب الليمبي 1 جانا الليمبي 2 اللي هو عنبلوك، والله الاسم ده اديته لي انا عنبلوك ده، اتحدى زول ادى الاسم عنبلوك ده قبلي. يا صادق احمد البطحاني ما عارف الحل شنو الحل، معروف حكومه وطنية بحاضنة ثورية، حاضن شعبي ده بس. ويا مهند جرمانكي الله ما حيصلح الحال ما دام انت متخاذل ونايم وعارف الظلم وين. الرسول قلت لكم ألف مرة عليه الصلاة والسلام لما جاء ربنا خلقه وطلعه في الدنيا دي استعان بالصحابة ومشى حارب وقاتل لغاية ما أشهر أو الاسلام على النازل كله. فيا اخي ما تنوم في البيت وتقعد تقول لي يا اخي الله يصلح الحال، الله ما بيصلح الحال الا بك انت. الله بياخذ دعوه المظلوم اي نعم، لكن برضه الله اداك خشم واداك عقل واداك حاجات تفكر بها، انت 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 ما مشلول ولا ابكم واطرش عشان ربنا ياخذ لك حقك.
الرسول ربنا ما رسل لملائكة حاربوا معه، البشر دين آمنوا بالدعوة حقته وحاربوا معه. فإنت لو عندك دعوة صالحة لوطنك ده الشعب ده بيطلع معك. كلام منطق ولا الكلام بتاع انه تقوم في بيتك وتقول الله برسل لي رزقي؟ الموضوع واضح يا جماعه. الكيزان ما حيتحاسبوا. ما حيتحاسبوا. ده واحد. ليه ما حيتحاسبوا؟ لانهم كلهم كانوا متسولين على بعيد البشير، ولو جابوا البشير في اي بلاء حيقول لكم فلان وفلان 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 لغايه ما الحكومه دي سقطت. اولاد المهدي دي الاثنين مع البشير. يعني زي ما قال الترابي هكذا يفعل او ابناء الصحابه. يعني الترابي كان خد نفسه صحابي، الناس دي خدين نفسهم الهه وصحابه ورسل. فالشغله واضحه، ما داير لا اثنين يتلفتوا ولا يتغالطوا. المفروض حس اللي حصل في المدني ده انه من الغفير بتاع المشرحه دي؟ ليه مدير المستشفى؟ ليه وزير؟ معلش في معرس هنا بتاع حمدوه ده. ليه وزير الصحة الاتحادية ووزير الصحة الولائية وليه حمدوه؟ المفروض الناس دي كلها بتتحاسب على اللي حصل في مدني. خلوني من الكتلهم منه. انه يخلوا جثث لغاية ما تعفن تموت. تموت ميتة تعفن. ويجي يقول لك يا اخي والله احنا كان عندنا مشكلة في الكهرباء او الثلاجات خسرت. بعد ما انهم اتفضحوا يقولوا الكلام. خلوني من اللي قتلوا ولا عملوا، بس ما تقول لي مجلس تحقيقي. في حاجه اسمها امر قبض وطوال السجن. ناس كيف تحللك؟ دين منهم ذاتهم يا اخي. مجهولين مجهولين كيف؟ وقت ما هم طلعوا لما هم ماتوا جابوا لك وين تغايرهم؟ وين اسمائهم؟ وين ورقهم؟ ليه يتحاكم منا من الغفير بتاع المجرحه؟ ليه حمدوه؟ ليه حمدوه؟ تاني بقولها، ليه حنبلوك ده؟ يتحاكموا كلهم، ليه حنبلوك في الموضوع ده؟ ما الشيء عقلاء بالعقل يعني، ما حاجه ما بتخش عقلك ده. ما الناس تفكر في الموضوع ده بالطريقه الصح. خلوني من لجنه ازاله التمكين. ازاله التمكين دي هي ذاتها شنو؟ انا ما مقتنع بيها. ليه ما مقتنع بيها؟ لانه حاسه الكلام اللي قاله صلاح مناع ادانه زياده. انا بالنسبه لي ادانه زياده انه اسكت من كده عشان اطلع لك فوق كده. لو طلعت لي فوق كده اطلع لك فوق كده. زي ما قال ناجي دي جريمه دوليه وحقوق الانسان المفروض يتحقق فيها. جريمه دوليه وحقوق الانسان المفروض تحقق في الحاصل ده. خليني من الألف اللي احترفوا بها برام قالوا ألف هنا في الخرطوم. جماعه كده اصحوا يا هوي، بكره انت برضك حيشيلوك ويدعوك في مشرحه زي دي ويقول لك مفقود لما تتحلل ويشيلوك ويكشوك وما في ما في محاسبه. الناس الحسي اغالوا برهان ده ولا غالوا حمدوك ده عشان يكون لك حكومه جديده. السرق منهم سرق يتحاسب، القتل منهم قتل يتحاسب، المدني دي في زول يتحاسب، الخرطوم في زول فيه متحاسب، يغالط مدير الشرطه الاول وبعد اللي نقي يتحاسب. ما في محاسبه. ليه؟ لانه شعب نايم كعمل. يقول لك يا اخي العيشه ب 50 جنيه وفرها. طيب عشان اوريك قله الادب انا ما حوفر لك، ما وفرت احد عامل شنو ب 50 وما موفره وتجيب لها ولا على كيف خلفك ذاته وقال لك ادبك تاخذ بالجزمه القديمه في راسك. الكلام ما داير لو اثنين او ثلاثه انفار يقعدوا يلكلكوا فوق، كلام واضح.
الحل تاني شارع ده يطلع برا. شارع ده يطلع برا، وبعد ما يطلع برا يختلع الظلمة ديل كلهم كلهم عن بكرة قديم، يرميهم إلى مزبلة التاريخ اللي هي السجون، مزبلة التاريخ والسجون، ويتحاسبوا. بلد دي مسكوها الشعب السوداني النظيف المواطن الوطني الغيور على وطنه، وأي زول يهبش مع الشعب ولا يهبش مواطن طوالي كده كراح بشنقة دغري، عشان ترجع لنا حق السيادة الوطنية، ويرجع لنا نحن وطننا المنهوب ومسروق خيراته ومنهوب فزاته. الوطن تعب، الوطن باغي، البني آدم زايد، الوطن ده باغي، الوطن تعب، الوطن بيغتصب زي ما الرجال والنساء في السودان بيغتصبوه، بتغتصب أراضيه، بتغتصب ثرواته، تعب من الدخلاء والأجانب والعملاء والأرزقية والعفن، تعب، ولينا تعبنا معه. تعبنا نحن والله، تعبنا من البعثة الأممية، تعبنا إنه نحن نجيب زول يحل مشكلتنا، تعبنا من الكلام ده، ومشكلتنا نحن واضحة ومعروفة، تعبنا إنه وطن مغتصب من أبنائه، يتخيل الابن يغتصب أمه، ده فعلا الكلمة دي جاتني من المعارف، لكن الحاصل في السودان كالابن بيغتصب في امه، ودي ابشع الجرائم. تخيل تشبيه الحاصل في البلد دي بانه ابن بيغتصب في امه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا ضيحتوا الشعب السوداني، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم في حفنة الدولارات، بحتوا ما بحتوا، بحتوا شرفكم، بحتوا وطنيتكم، بحتوا سودانيتكم، بحتوا أصولكم، وبحتوا نفسكم للشيطان. في دول ما كانت دول ولا كانت عندها عملة، لما احنا كنا دولة كلكم بتتلامطوا وبتقولوا احنا اللي علمنا الشعوب، علمتوا الشعوب وريحتوا تجاهنا، الشعوب اتعلمت، العربي ما كان بيعرف الالف من كوز الطرع، علمتهم بقوا دكاترة وبقوا وفتحوا وعمروا بلدهم. محمد بن سلمان بيقول لكم يا اخي عنده خطة 2035 ولا كم بنظف، وانتوا اللي علمتوا محمد بن سلمان، وعلمت ابو الاكاديميه بتاعت الجيش هنا الاماراتيين والجازي كلهم بيتعلموا هنا في الجيش، جيشكم وينو يا ذاك جيش قاعد؟ وين انتوا؟ وين انتوا من الكلام ده؟ وين انتوا في وين موقعكم بقى من التاريخ؟ وين؟ انتوا اللي كنتوا بتكسوا الكعبه، انتوا اللي اديتوا ضمانات بمشروع الجزيره، بس اديتوا ضمانات انه دول قامت على ظهرنا نحن، وين انتوا من الكلام؟ نبدا حكومه لحكومه مدنيه تسلمها للعساكر، في خيانه اكثر من كده؟ نسال الحكومه المدنيه من انها تجيب لنا حريه سلام وعداله تسلمنا العساكر يختصمونا ويكتلونا يجدعونا في النيل، وما زال ساكتين على الكلام ده، ويطلع مناع بكل فخر يقول لك احنا ساكتين عشان ما بنتكلم، عشان احنا قلنا كناس سياسيين، انت احنا ما جبناك كسياسيين، احنا جبناك عشان تشيل لنا حقنا المنهوب من 56. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا اخي. اسمعوا كلام
مناوي واسمعوا كلام مناع واسمعوا كلام الحبر على ورق واسمعوا كلام النازل لما نحس بيتكلم هنا معانا يقول لك يا اخي عندنا ورق ومنو ذاك طالع بيتكلم لي قال السعوديه وما السعوديه لا 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 السعوديه يعني عندنا في عملاك طلعت في لايف برضو وما اخوف يا عظام شوفوا وريتكم في عملاك اتباعت وقبضوا قروشها يا دوب انتوا عرفتوا الكلام ده يا دوب طالعين لي بورق بتاع كيزان وما كيزان وبياع احنا تبعنا يا اخي البيت في لندن بيت لندن اتباع في سويسرا عندنا بيوت اتباعت في سويسرا عندنا بيوت حقتنا ملك اتباعت الكلام كله احنا عارفينه ورينا لكم ادينا لكم ورقه وقلم لكن لا حياتها من اللي بنتنا دي يا اخو زي ما قلت لكم دي زي قصة الولد اللي بيختصب في امه بلدنا دي امنا احنا بنختصب فيها او احنا شايفين اللي بيختصب فيها وساكتين عليه استغفر الله العظيم واتوب اليه يعني وزير الاوقاف انا اديته ملف عمل منه يا انا نزلت بين يا جماعه نصيحه كل واحد يشوف سيده الباعه يعني انا على افتش بعد سيدي ابنه الباعوني لك لانه شعب السودان كله ادعى على كل حال كان كنت نمت بالقصه دي الصباح كانت جاتني جلطه ولا شليت ولا حصلت لي حاجه لانه اللعب بقى واضح الشغله واضحه ما داير لا اثنين يتغالطوا فيها الشغله واضحه لا في زول حيحاسبوه لا في زول هنا بالعكس يحاسبوك انت اطلع الشارع تتحاسب يزيدوا عليك الجوع يزيدوا عليك القسوه ويجوا يقول لك يا اخي في كيزان ولا يعني المشكله دي كلها بس قايمه على يا مناع على اساس انك جابوا لك كم اسم من الكيزان في الليست عشان ترجعهم الشغل كلام ما بخش العقول انا واحد من الناس ده كلام ما بخش راسي كلكم خونه وكلكم عملاء وكلكم جايين بعيد جدا وكلكم جايين انكم تطلعوا بالدين ابو حله الشعب السوداني ده وتذلوا وترجعوا بحركاتكم المسلحه المرض معاكم سلام سميح لانه ده ما كلام ناس يقول لك احنا نعمل مصالحة ما بالناوي انت بتقول يا اخي ما في زول يتأذى زي من المؤتمر الوطني ليه ماشي تصالحوا يا اخي؟ ليه قاعد ترجعوا للساحة السياسية؟ ليه يعني في شنو الفهم شنو؟ والله يا جماعة غايتو انا واحد من الناس بنحسي بناديكم بحاجة واحدة بس عجلوا في قصة الكيزان ده يخشوا محاكمات عشان نعرف الخونة اللي بيناتنا منو وزي ما وعدتكم اني برطم ده بفتش سلقط ملقط اطلعه عشان انا اعمل معاه لغاء وانقل لكم لايف مباشره بعمله وبفتش وانا عارف بصله كيف. لانه مش قاعدين في السودان ده انا عارف بصله كيف. اليوم ذاك ما تحطوا ايدينكم في راسكم وتقعدوا تقولوا الروب. اسئله مباشره. عن البياعين منه وعن الخاينين انا حاسس حاليا وقاعدين منه الخاين الاكبر الكتلون عرفناهم برهان حميتي كباشي ما تعرف ياسر العطو دل ما حدنا معروف لكن هو المشكله زي ما كلمتكم انت ما مدة لانه ياسر العطو وحميتي وحمدوك والناس دل ما بعرفوا بعرفوك الناس اللي معك كان في الشارع وكانوا مترسين معك هم الناس دل هم الناس دي اللي عارفين الحاصل انت منو بتنوم وين والساعه كم والحاصل شنو عارفين عنك اي حاجه وعارفين غيادات الشارع منو الحمد لله انه ما قرضوا الغيادات كلها ربنا ده ما عنده حكمه
هنبقى لكم زي قصة مايكل جاكسون في الفيديو بتاعه بتاع سيلر ذاك، اطلع ضرب القبر وظهر لكم فوق وذاك طلع تاني. يعني احنا بنطلع من القبور بنجيكم تاني، من قبورنا بنطلع بنجيكم، ما بنخليكم، نبقى لكم زي الاشباح وراكم وراكم. جت الدولة دي حقت الشعب السوداني كله، يا تفنوا الشعب السوداني، جيبوا لنا يمكن ذاك ولا بتفكوا فينا نووي، انتهي مننا كلنا واحكموها بعد ذاك. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. نترحم على شهدائنا، شهداء الوطن، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين، وعودا حميدا للمفقودين. و زي ما قلت نترحم على الشهداء الماتوا بطلقه في راسه بعد ما اختفوا قتلهم، يقولوا شنو هم؟ اعدموهم اعدام، ده اللي اسمه اعدام. نطلع ونوري الحاصل شنو؟ الله غالب. شكرا لكم يا عم، شكرا للمتابعة، و اعتبروها زهجة، اعتبروها اني طلعت فضفضت بس، لكن دارنا مشي الدولة دي قدام. شوفوا المحاكمة تحت الناس اللي هم اللي يسموا المؤتمر الوطني ديل كلهم، اللي مو محاكمة، محاكمة بتطلع الخبث والعفن والوسخ والأرزقية اللي بيناتنا منه، والسبب القتل وسبب المصايب الحاصلة في الدولة دي. والدولة دي ماشية على وين؟ في انه محامين شاطرين يسوقوا الناس ديل، يودوهم محاكم ويقعدوا يسالوهم سؤال منكر ونكير في الدنيا قبل الاخره، عشان نعرف ان احنا ذاتنا دولتنا ماشيه وين. شكرا لكم يا جماعه، ممكن طولنا عليكم، والى اللقاء ان شاء الله في لايف، والله ما بنسكت. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شعب السوداني المناضل الصامد البطل، الشعب الضاغط على نار الجمر، تحية مني لكم خاصة تحايا. ترحم دائما وأبدا على شهدائنا، شهداء السودان جميعا من غير فرز. ربنا يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة، كما أيضا عاجل الشفاء لجرحانا. ونتمنى من الله جمع شمل مفقودين، ونتمنى أيضا وطن شاسع يسعنا جميعا. حبابك أحمد ساتي، مساتي خد عليه 10 خطوط ها حبابك، انا يوم حطرش عليك في لايف. خضر محمد خضر حبابك خضر، دائما منور اللايف ودائما معزز. ادعمونا بالشير السريع والفوري، ما تعمل لي تاج يا خضر، شيل في كل الجروبات عشان زمن الجيجا بايتات يا ناس، زمن الجيجا بايتات بتساعدونا انه نخلص سريع، ارحموا ميجا بايتاتنا يعني. احمد سادة حترجع لك يوم في لايف. عمر عبد السلام حبابك، والله حبابك اخ وعزيز، والله ده من الناس الصنديده اللي صنددت معي يا ساتي. ما الناس اللي بتتكلم لي ساي وتقعد تتزاوغ، عمر ده من الناس الصنديده صنددت معي والله. وبيلقاها ولما نجينا هنا بتلقوا، لما تجونا هنا بتلقونا ان شاء الله. نبدا الموضوع سريع بالله، شير بس انا داير شير سريع، داير شير بالله في كل الجروبات يا ناس. لما نقول شير خضر ما تعمل تاج، شير يا خضر شير يا خضر ما تعمل تاج لزول، خضر انت بالذات شير انت بالذات. صراحه برضو حبابك يا جماعه، شالوا حيشيلوا كديسه، حمدوك حيشيل لنا كديسه وخد لنا كديسه، دي حاجه معروفه. والحركه المادي سيسه، الحساب وين الحساب؟ وين براءة الذمة يا حمدوك؟ ما نحن ما انتوا حكومة شفافة وجيتوا بشفافية واختاركم الشعب. في واحد من الناس قالوا نحن جابنا الشارع، زي مفرح قال انا جابني الشعب. مفرح ما في زول فوضك انت، استغفر الله العظيم ما اتوب اليه.
جبناك نحن مدين مفرح، نحن جبناك فوضناك، نحن ما فوضنا زول، ما فوضنا زول. عشان تقول نحن فوضونا وجابنا الشارع مفرح، ما في زول فوضك او حتى كذب. كنت قاعد معانا في الاعتصام بقميصك الشين داك، تسكت تسكت ساي تسكت ساي. نحن هسه دايرين براءة الذمة. وين براءة الذمة؟ في ناس اشترت بيوت يا حمدوك في لغف، في الخزنة كان في قروش ما تجي شبكتونا لك. احنا مسكنا البلد دي فاضية، الخزن فاضية، كطابين البلد دي كان فيها قروش، البلد دي كان فيها قروش. الوزراء اللي مسكوا، اي الوزراء اللي مسكوا ديل، اي زول مسكت كده انت خزنتك فاضية؟ الكيزان شالوا الخزن كله وقاموا جارين. لو في مليار واحد، المليار ده وين؟ خليته قاعد ولا ما خليته قاعد؟ ده المفروض يحصل لو حكومة محترمة، ده المفروض يحصل. شنو انا اخلته وجبت كدايس تاني؟ الاخلتهم ديل وينه براءة الذمة؟ وينهم برش المالية؟ قالوا اشترت فيلا في البحرين. والشمار ضارب، والشمار الايامات دي ما بيقعد اكتر من ساعتين، خليك من يومين. الشمار في زمننا ده، بالله ساعدونا بالشير، الزمان في زمننا ده ما بيقعد اكتر، ما مش من يومين، اكتر من ساعتين بس. ساعتين شمارك بيضرب، صفارتك بتضرب. امبرش نتحقق من برش هذا. انا كم مره انا معلق على البرش، البرش ده جوتشي يا جماعه البرش ده جوتشي. تعال يوم كعكه انت دار تمشي ساي، ما تمشي ساي. الفترة الانتقامية حننتقم منك، ده المفروض. برشك ده، البرش ده ذهب ولا ما ذهب؟ ذهب. ولو ذهب الفصوص الفيو دي الماس وقراط، كم ما عيار قراط الالماس قراط. ولو فص عادي زينا كده ابو كلب من السوق العربي بنحفيك يصبر ما عظيم واتوب لي. الفص ده ذاته، الفص العادي ابو كلب ده في السوق العربي اللي احنا مسمينه ابو كلب ده بقى ب 1800 جنيه، يعني برضه قروش. تشتري فص لخاتم ب 1800 جنيه، دارين نعرفه. ذهب فالصو، ذهب صيني، شنو الفص ده ابو كلب بالسوق العربي الفصوص دي ولا الماس ولا الحكايه شنو؟ يا ام قالب الذهب، وشلت كم قالب ذهب؟ لانه انت مسكت القالب بتعيني له كده، نافتش بوراك شلت كم قالب ذهب؟ مفروض يكون في براءة ذمة، مفروض يكون في براءة ذمة. ولا شنو يا حمدوك؟ ولا انت بس بتشيل تغير لنا كدايس ساي كده؟ كدايس شال شلت كدايس، خديت كدايس جداد، شلت كدايس خديت قطط سمان اكيد جداد يعني. لانه على رئيس، على رئيس، على رئيس هم البنغالي الكبير ملك الرز ابراهيم الشيخ بنغلاديش الكبير، على راسهم البنغالي. وين براءة الذمة؟ مدني عباس مدني قالوا اشترى بيته، اشترى من وين؟ اشترى من وين؟ مدني عباس مدني دي اشترت فيلا في البحرين، ومدني اشترى بيته بتاع 117 الرياض، من وين؟ وين براءة الذمة؟ وين براءة الذمة؟ دايرين براءة الذمة للوزراء ديل حسابات. انت طلعت كان عندك شنو واشتريت شنو؟ البدل دي زي البدل دي زي ما بتحاسبهم عليه؟ البدل والكرافتات دي زي ما مشكلة، دي هدوم نحن عافين، عافين لها. البدل والكرافتات دي نحن عافينها، عافينها، ما هدوم، هدوم. الأرض بتاكلها والشمس بتاكلها والحبل ده زي بياكلها، الشمس دي بتاكلها ما مشكلة. لكن البيت، البيوت مدني، عندك بيت، عندك بيت، بيت ابوك اشتريته، اشتريته يا عباس مدني، بيت ابوك اشتريته، بالله شير شير لنا جروبات، ما تعملوا لنا تاجات. اشتريت بيت، اشتريت بيت ابوك، اشتريته من وين؟ من وين؟ اذا ما انا قاعد في بيت ابوك ده وريث، اشتريته من اخوانك، امشي اسال صلاح نسيبك يصبر راضي ما توب لي نسيبك، فتان فتنتك انا نسيبك، اسال صلاح نسيبك، صلاح نسيبك. قال انت اشتريت البيت من وين؟ ما جبته انا، امشي اسال صلاح نسيبك، صلاح نسيبك قاعد معك جوا البيت، من وين؟ من وين لك؟
وين برات زيمة يا حمدوب؟ أم بروش أم بروش أم كعكة، من وين ليك البروش ده؟ جوتشي من وين؟ فالسو بن عفيك الفيلا بالبحرين من وين؟ لازم يكون في براءة ذمة، لازم شنوش كده تخارجوا نهوا البلد وخلاص، والدولار آمن وبيجينا ناكل عيش فتريتا ومع السلامة. الصفقات دي ساي، الصفقات دي ما بتحاسبهم عليها؟ صفقة كده الشركة دي جاية، الشركة دي ما بتكون كسرت ساي؟ كسرت ساي كده؟ كسرة كده ساي ما بتكون كسرت الشركة دي؟ نحن في عهد الكسرة؟ سودانيين ما عندنا ذمة نحن، نعترف. لو ما كسرت ليه ما بمررك؟ ما انبياء نحن، الشركات والمصانع اكيد تسهلوا في كسرة كده عشان امرر لك الشغل. الكسرات دي ما بتحاسبهم عليها؟ بس كده مع السلامة. يجوا تاني ناس جداد، تاني البلد تنتهي جديدة، تاني عشان تغير. حاسبوهم على الوضع اللي احنا الوضع اللي احنا خلاص خلاص الوضع بقى، في ناس تنتحر وفي ناس دار تمرق من هدوم، وانا دار اجن خلاص. جانا القمل، انا صلعه جاني قمل، المصلع بقى حاج حي عنده قمل، ما بتحاسبوا الناس دي؟ بس كده ساي خلاص، انا اقيل، انا اخذ فرقكم من الكيزان شنو؟ فرقكم من الكيزان شنو؟ اشيل ده خد ده، ما في محاسبات، ما في مراجعات، ما في اي حاجه. شنو شغل المدارس؟ مدرسه هي ولا هي ده شنو؟ ولا هو ده شنو؟ انت خلاص اطلع انت خاشي، ده شنو ده؟ ده شنو شغل الشفاعة ده؟ فرقكم من الكيزان شنو انتوا يا اخي؟ وحكومه ونحن وشفافه ونحن وسوا كذب البتاع يا كذبكم يا اخي. حاسبوا لنا الناس دي؟ ما تغيل ساي يا حمدوك، غلتها حاسبهم يا اخي، حاسبهم. في حاجه اسمها براءه ذمه، في حاجات كثيره، في ناس، في مراجعين، في شركات بتاعت، المفروض تكون في شركات بتاعت تدقيق وبتاعت مراجعه. بجي براجع الوزاره دي. في اي دوله في شركات بتاعت تدقيق حسابات، بيجي بيقعدوا ناس معاك شغلتهم كده مدققين حسابات، يراجعوا لك السنتين بس. السنتين دي دخل كم والمرك كم؟ دي برضو ما عارفينها يعني؟ دي برضو ما عارفينها ولا ساي؟ ناس دي امنت بينا هنا وخلاص، وبقينا نشحت 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 نشحت، الشعب بقى يشحت وينتحر. بس ساي دار تغير؟ والبدل والكرافتات والترطيبة دي وهم فيها دي من وين؟ دي ما لها حساب؟ ولا برضو شغل زمان؟ دي ما حكومة الثورة؟ ده المفروض انتوا لكن انتوا لكن انتوا لكن هل انتوا خديتوا قدرا للثورة؟ اجابتكم لا، ما خديتوا اي قدرا للثورة، ما خديتوا اي قدرا للثورة. خلاص كده هتجيب لنا العيد؟ جايب لنا قطط تاني، سمان تاني، جايب لنا ناس هتدمرنا وتغطسنا اكتر من الاكتر تاني. هسي لو انت كده صادق كده يا حمدوك، لو انت صادق كده صادق واعترف بيك كده صادق، كان مفروض تجيب شركات بتاع التدقيق، ومفروض كان تعملوا شركات تدقيق عندك. ما الشعب ده كله بيعرف الحسابات، اكتر ناس بتحسب واكتر ناس محاسبين، ونحن مشهورين في الدول العربيه بنجي في حته فيها قروش، وعن اعتراف الدول العربيه واعتراف مشايخه الدول العربيه بالعريفي ذاته. السوداني بيجي في الدول العربية معروف محاسب، أي حتة فيها قروش لأمانته تعال جيبه. الشعب ده كله محاسب، جيب ناس محاسبين يحاسبوا لك في كل وزارة. السنتين ده دخل شنو والمرك شنو؟ ده المفروض. والمشاريع اللي اتعملت السايدي، المصانع اللي احنا لحد هسه ما شفناها دي، امضى كده مصنع بخرطومية 1000 مليار، ما شفنا مصنع، احنا ما شفنا حجر كده يدقها، ما شفنا لا في اعلام شفنا ولا في حاجات شفنا. ايجوا ناس تدقق في الحاجات دي؟ ده لو انت اصلا حكومه شفافه يعني، لكن شنو شايل لك ده اسم جايب لي خطط؟ عملت شنو يعني؟ هيجوني خطط تاني برضه ما في مراجعات وما في محاسبات وما في محاسبات، امشي خلاص مع السلامه، انت فاشل. اسمع اجيب تاني عشان انا اسكتك واسكت الشارع. يا اخي احنا 30 سنه ما كانوا بيعملوا لنا كده يا اخي، بيشيلوا لنا وزير خلاص، لما انا خلاص الوزير ريحته تضرب يشيلوا لنا وزير، يخطوا لنا وزير، اسكتوا. الجده شنو يعني؟ الجده شنو يا شعب؟ بس الشعب قاعد منتظر، هل حيجي منو؟ هل حيجي منو؟ ما حيجيك زول نافع يا اخوي، ما حيجيك زول نافع، لانه المشرف على البنغال الكبير. المشرف على طاقم الوزراء والترشيحات البنغالي الكبير،
ابراهيم الشيخ. انت قاعد في مسرحيه كبيره يا اخي من 30 سنه لحد هسه قاعد عايش بنفس المسرحيه وسايقين لك بنفس المسرحيه. شاروا لك الزول ما بيعجبك حيخطوا لك زول تاني عشان تسكت. بس ده اللي حيعملوا. محاسبات ما في، مراجعات ما في. حيجي يمسك ويقول لك والله ما لقيت حاجه. الوزاره فاضيه. ده ما مش نفس السواق اللي حيكونوا سايقين لنا بيه؟ افلا تتفكرون؟ دي برضو ما عندنا ولا دايرين نتفكرها وعارفيننا، ويا للاسف نحن عارفيننا وساكتين. عارفيننا وساكتين يا للاسف، يعني عارفيننا وناكشيننا وساكتين، ساكتين كده بس. عارفين عارفيننا وساكتين. لو انتوا حكومه شفافه جد جد كان تعملوا مراجعات، كان تراجع، كان قبل ما تقيل او قبل ما هنا تقول لا فتره لمراجعات، لمراجعه الوزارات، لكل وزاره تجيب لها مراجعين يراجعوها، يراجعوا حساباتها. يا اخي انا كده اعترف بك شويه، اعترف بك، لكن شنو انا قلت وخديت؟ ها؟ مالكوس كان برضو بيقيل وبيخد، بيقيل وبيخد على كيفه، في الشهر بيغير لي ثلاثه وزراء عشان يسكتنا. يعني ها جبت شنو يعني؟ ما عملت حاجه يعني، ما عملت حاجه، ونحن بنسف في الاسفلت، ونحن كل يوم دولارنا ماشي السما، ونحن كل يوم حالنا ماشي اسوء من الاسوء. انتوا بتكذبوا في منو؟ وهسه الناس لا يعيبك راجعين اهو في مخيلتك يجيب منو؟ في مخيلتك كده حيجيب منو؟ شنو يعني في مخيلتي حيجيب منو؟ حيجيب لي خليفه؟ حيجيب لي واحد من الخلفاء الراشدين؟ حيجيب لي قدس مين؟ بقياده ابراهيم الشيخ البنغالي. ويطلع الفضلات، ويطلع قالوا عليك فضلات. دومينيم بيتزا، شفت انا زول رحيم كيف؟ انا قلت انت بتشبه سلاح فنان يا منعم سليمان، لكن قالوا عليك بقايا فضلات، فانت عباره عن فضلات يعني، يعني عباره عن روث يا منعم سليمان، عباره عن روث كده. ومنعم سليمان حيطلع يكذب لنا نفس ما في حال يتغير. الماضي انا كم مره قاعد اقول الماضي قاعد يعود في نفسه، الماضي يا مواطن قاعد يعود لك في نفسه. الكيزان كان عندهم اعلان بتاع تشكير، كان عندهم فضله او روث او خريه، معليش على اللفظ، زي منعم سليمان. هسي منعم سليمان جاب الحريه والتغيير، طباله بقايا الفضلات ده الهراره الكبيره دي. يا اخي غير لك كان انا بقول لك سلاح فنينجا. الخريه الكبيره معليش على اللفظ، باقي الفضلات الروثي ده ما هو هسه شغال طباله. الحال حيمشي وحيقعد يشكر الوزراء تاني حيقعد يشكر في الوزراء الجداد الجايين. نفس السيركل. مراجعات لوزاره ساي ما في. الوزارة دي مما استلمها عمل شنو؟ جاب شنو مشاريع؟ عمل شنو؟ باقيها وين؟ المال اللي فيها كم؟ ما في. حيجيك واحد حيبدا لك نفس الفشل هي ذاتها. فعشان كده ما تقعد تقول راجلي والهناي والمؤتمر بعدين، وكأنك راجلي كورة ريال مدريد برشلونة. فكك اطلع ثورتك. انت لسه قاعد راجي؟ والله يا جماعة الماضي قاعد يعيد في نفسه، أن إحنا لسه قاعدين راجعين، ده حيقول لنا شنو؟ وحيطلع يقول شنو؟ والوزراء جايبين لهم شنو؟ نفس الماضي، والله ما تغير حاجة. والله كأنه لا في ثورة جاتك، كأنه لا في وعي جاك، ويا للأسف ويا للعار الوعي قاعد عندك شغال، أنت ما داير تتحرك. دي تحضيرة ال 30 سنة بالمناسبة، ما تحضيرة الديل. دي تحضيرة ال 30 سنة، إذا أنت هسه قاعد شمارك حار لانك ملك الشمار، ما عندك غير الشمار، وما عندك قاعد بس راجي بس على الوزير الجاي منه الدفعه الجايه دي، بس ده شمارك. لكن الفشل كما هو قاعد، الحال أسوأ كما هو قاعد، حالك كل يوم ماشي سوءا. بطل شمار وبطل مرقه واطلع الشارع، قلناها لك مرارا وتكرارا. بطل قعاد وبطل شوف لك جسم وطني يتلم عليه. مفروض ناس النقابات تشكلوا جسم وطني، تعملوا انتخابات براكم ناس النقابات، زحوا الحرية والتغيير دي. ناس النقابات شيلوا
قحاتة ديل برا شكلوا نقاباتكم براكم أبدوا الثورة كده. الثورة دي كانت بدت كيف؟ شكل نقابتك براك اضراب نقابات النقابات تضرب شكلها براك زحف عن الحرية والتغيير والتمكين ده برا يا أخي. ده كان ما مريت بمراحل ثورة ده المفروض تعمله ناس النقابات بالذات شكل نقابتك اعمل مقاومتك جوا النقابة اعمل مقاومتك ضد الحرية والتغيير. ما عاجبك الحال شكل نقابتك. الناس القاعدة كده شوف لك جسم يتلمع عليه وقلناها مرارا وتكرارا شوف لك جسم يتلمع عليه ده السد. لكن ما مش تقولوا قاعدين ليه شمالي جاي منو جاي قدس مين هيجيك منو يعني هو قبل كده جاك منو جاك عمر بن الخطاب استغفر الله العظيم واتوب اليه جاك منو ما جاك زول النافع يعني عشان انت راجي يجيك زول ما حيجيب لك زول نافع ولا تحشم انه حيجيك زول نافع ولا تحلم انه حالك ده حيتصلح طول ما انت قاعد ديل ما عندهم لك شيء موضوع انتهى. هذيل ما هذا من ام سليمان الفضلات ال 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 الروث الكبير سلاح فنين جدا ده ما ده ما بشكر لك شكر لك مدني وشكر لك ومكعكة وشكر لك وشكر لك عين الله لحالك. قلت لك الماضي بيعود في نفسه وانت عارف الماضي قاعد يعود في نفسه ويا للأسف ويا للعار انت عندك الوعي وقاعد ساكت عندك الوعي ومتأكد ومتأكد للناس القاعدة دي متأكد عنده الوعي لكن قاعد ساكت ما دار يتحرك متأكد. دي حاجة انا مجزب منها تماما الوعي عندك لكن قاعد ساكت. خلاص انا صفوف صفوف رجعت لك تاني تأكد في زيادة تاني ليه بسعر الدولار الجديد البنزين جايك زايد تاني بسعر الدولار الجديد ها تأكد الدولار قاعد يشتروا لك من السوق الأسود حكومتك زادت بتشتري الدولار من السوق الأسود حيشتروا لك من السوق الأسود حيزيدوا لك بسعر الزيادة الجديدة يعني ما حالك ما حيتصلح عشان انت تكون لسه قاعد راجي الإيجيني ما حيصلح لك حالك. اطلع ثورتك اطلع ثورتك. لجان الاحياء بقت ما قادره تطلع الطلعه بقت مكلفه المغتربين اقف معها ولا تحلتك يا اخي شوفوا دايرين شنو عليك الله شر المغتربين ديل شوفوا ولا تحلتك دايرين شنو شوف شباب حلتك دايرين شنو دايرين قروش لساتك دايرين قروش لافتات ادوات مكتبيه دايرين اعلام دايرين بتاع رسل لهم عشان يطلعوا يباركوا في الشارع ده. انت قاعد برا بتشتكي الحاله 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 انا بقيت ارسل 3000 انا بقيت ارسل 4000 والحال وحكوا لي شنو الحاله الحال شوف شباب حلتك ادعم شباب حلتكم قطابي ما قاعدين تدعموا ايام الثوره ما تفكوا فينا ايام الاعتصام بس عاجبكم الاعتصام والاعتصام وشوفوه في القنوات دائما تعجبكم القشره سودانيين وعارفين كلامي مر تستحملوا وشير بالله كلامي مر تستحملوا فوق عينك. الناس دي هنا بتعاني الطلعة دي قال الشباب ما قادرين يطلعوها حتى شباب الحلة خلينا من تنسيقيات حتى كذا شباب حلة بيقوا ما قادرين يطلعوها. بلد آمنت يا من البلد آمنت الطلعة كده ما قادرين يطلعوها. أنا أمسك أحسب لك أدوات مكتبية بكم الناس قاعد تطلع من بحقها خلاص آمنت بيقوا ما في زول قادر يطلع والبيقى يطلع يكسر حتى سيطرة زاي كانوا بيطلع الشباب بيسيطروا على الناس الدار تكسر والناس الدار تخرب بقى ما قادر يطلع هو بقى يطلع لك الزول اللي بيكسر ده تعبيره كده. ادعموا شباب اي زول عنده حلتك ادعم شباب حلتك شباب منطقتك يا اخي شباب حيك شوفوا دايرين شنو خلي الثوره دي تشعلم قاعدين لسوء الحال تسكين الحال 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 بترسل 3000 ما بتكفي بترسل 5000 ما بتكفي والله لو رسلت 10000 ريال ما بتكفي لو رسلت 10000 ريال ما بتكفي. شوف شباب حلتك ديل شوف ادعموا شباب حلتكم ده خليهم يمرقوا تصعيد بيكون فيه ثلاثة احنا بيكون فيه ثلاثة واربعة نفر الا ساتي قلنا تاخد لها حاجة بقت اللست قلنا بقروش بتهزر ولا شنو بقى ما في حاجة ساي لساتي بس عشان تحريقة في الشارع تكفي الباب الشارع دي بقت بقروش وما تشبكوا لي انا زمان دعمت الاعتصام وزمان كلامكم الوهمي ده الثورة دي ما جانا طويل
مجاله طويل، درب النضال ده طويل، دار تفتر منه البلد غرقان هسي. درب النضال ده طويل، يا تكون مناضل فيه صح يا تسكت ساي، يا تكونوا مناضلين صح يا تسكتوا ساي، ما تعدوها نقه وتقعدوا تنقنقوا لينا، تضرب تنقنقوا يا وده تعمل ايه فيها مخلوع، بقفل في وشك السماعه طوال. استغفر الله. واتوب اليه مرارا وتكرارا. نلقاه من منو ولا نلقاه من منو؟ شوف شباب منطقتك، شوف شباب حيك، اتفقد حيك، اتفقد اولاد حلتك، قول لهم انتم محتاجين شنو نرسلوا لكم؟ رسل لهم ادوات مكتبيه، رسل لهم قرمشيني، رسل لهم حاجات هناك رخيصه، لافتات بتاع، رسلوا لهم، خلوهم لهم لما نيجي يطلعوا الشارع ده يطلعوا منظمين صح؟ زمان بنطلع منظمين، دعم بندعم روحنا بيروحنا، هسي كتبت معانا، قاتمه معانا من كل النواحي. شباب بيقوا قاعدين قاتمه معاه، شباب قاتمه معاه والله، قاتمه معاه. شوف شباب حلتكم بوين، ادعم شباب حلتك، اضرب لاولاد حلتك يا جماعه، انتم ناقصكم شنو؟ ما بتطلعوا ليه؟ شوف اكيد عندهم نواقص، حيقول لك ناقصنا ادوات مكتبيه، ناقصنا كده اللساتك، ناقصنا، اتفقد حلتك منطقتك يا مان، اتفقد منطقتك، حرك انت ذاتك، حرك شباب منطقتك، انتوا ساكتين ليه؟ ما تولعوا اللساتك دي، شغل بيتحرك كده، لكن قاعدين منتظرين قدايس تاني يجونا نفس حنك البشير. والله نقعد 30 سنه مع الخمج دين، والله انا وريتكم كلامي حار وكلامي مر واي حاجه، لكن والله تكون قاعد كده يا مواطن ويا شعب كاتمه فيك ويا مغترب كاتمه فيك، انت هناك كاتمه فيك، زي المكنه بتكون شغال، تكون كاتمه فينا جميعا داخل الوطن وخارج الوطن، حتكون كاتمه فينا ها، و30 سنه اصعب من ال30 دي، 30 دي ها، ولو انت حاسب نفسك انك انت حتعيش ثاني 30 سنه، والله انا والله السنه الجايه نحن حنموت. والعمر بيد الله، استغفر الله واتوب اليه مرارا وتكرارا، والله السنه الجايه حتلقوا نص الشعب السوداني ده انقرض، والله العظيم ثلاثه، والله يا جماعه قلت لكم في زول انتحر، دي ما حصلت ذاتها، زول في مدرمان انتحر، ما تبغى يجي واحد متفلسف ايمانه ضعيف، كتمت معاه وشاف ظلام عنده، شفع ما قادر، انتوا بتهزروا ولا انتوا شنو؟ والقاعد عامل كده امرق يا اخي، ان شاء الله نمرق من غير اي حاجه يا اخي، نمرق برانا كده يا اخي، ما مرقنا يا ما برانا بصدور عاريه يا اخي، نمرق برانا يا اخي، احنا قاعدين نقوم واقفين في الشارع برانا، ثلاثه نفر يا ناس واربع نفر، امرقوا يا اخي، القاعد معانا في السودان ده يطلع، انت قاعد صابر لشنو انت؟ كمان شمارك عالي لسه منتظر اللي يجيك، هيجيك من يعني؟ هيجيك معتز موسى. استغفر الله العظيم، يجيك اللي يجيك، يجيك اللي يجيك، انت لسه منتظر؟ فاتح نفسك؟ شمار ليله قاعدين الشمار، هيجيب منو حمدو؟ وحيجيب من دي الفلسفه بس تجدوا بيها ضالنا. كلام ده لاي مغترب يسمعه، اتفقد اولاد حلتك بالله، شوف احتياجاتهم شنو، عشان الناس دي بقت ما قادره تطلع، انا اقول لك عديل، عديل اقول لك، الناس دي ما قادره تطلع الشارع، في واحد بكون ما فطر في بطنه دي ما ماكل، قاعد لف من الصباح ما قادر، عض صاي ما قادر يطلع، فقد اولاد حلتك، شوفوا دايرين شنو، عشان الناس دي تمرق الشارع. زمان كان، زمان كان يا اخي انا بكون طالع بعشر سندوتشات. استغفر الله العظيم واتوب اليك. زمان والله انا بكون طالع بعشر سندوتشات، عشر سندوتشات حقتي انا كده بس، عشر، خمسه بيجاي، خمسه بيجاي، السكه كلها كده انا ماشي بعضي ومويه وبارد وعصير وماذا يا حليل. زمان هسي وين يا اخي بنطلع بالعطش ده؟ متصحى بكم؟ بسبعين جنيه يا رجل، متصحب سبعين جنيه، تمشي تعطس تآمن. زمان بنطلع ببارد وعصير، تقال لنا زي زمان؟ ما زي زمان يا، لما بنحل بطحنية ونخشى سوق العربي باكومبا ونبقى مارقين، هسي ما في كلام زي ده، الطلعة بقت صعبة، الطلعة ذات الناس عشان تطلع بقت صعبة، الواحد جعان في بطنه ما قادر يمرق،
المغترب شوف اولاد حلتك ادعم ادعم شباب حلتك. اي زول يتفقد شباب منطقته من المغتربين ناقصكم شنو يا جماعه؟ مالكم ما بتمرقوا الشارع؟ انت تبقى لهم دينامو يا اخي. ما مش احنا زمان زمان كده نحن دعمنا ناي بس كان عشان المسرح والاعتصامات والمسرح وكوكوك خلاص جايبيننا في الغنوات. انت كنت متكيف تفتح كده متكيف يا سلام يا اخي صح؟ ما عارف دماغك يا مغترب عارف دماغك وخصوصا الناس السعوديه استغفر الله العظيم هتبوا لي مرارا وتكرارا. عارف دماغكم يا مغتربين تكون فاتح كده نظام نحن السودان جابونا في الغنوات. ايوه ده اعتصام ده اعتصام. تكون قاعد في القهوه كده متفشخر كده نظام نحن ثوره وكده صح؟ لا لا هسه الوضع كاتم هسه المفروض نحن نمرق لانها كاتمه معاك فيك انت ذاتك كاتمه فيك انت ذاتك كاتمه بقيت تحول 4000 و5000 ريال وما قاعد تكفي وما بتكفي 15 يوم بقول لك حول تاني زي كأن القروش بتتاكل كأنك كده القروش دي بنكرفزوها كده بناكلها وفعلا كأنه نحن قاعدين ناكل القروش دي قاعدين ناكل الورق ده ما في. شوف شباب منطقتك بالله عليك الله ادعم شباب منطقتك عشان الناس دي تتحرك. اي زول يدعم منطقته فقط بس شباب حلتك شباب الحلة ما تنسيقية شباب الحلة شباب حلتك نادوا لي فلان ونادوا لي علان اضرب لهم في مواعيد الجبنة اعرف مواعيدهم 200 لمهم كلهم كده تكلم معاهم سكايب تكلم معاهم فيسبوك تكلم معاهم اي حاجه ماسنجر وريفر. انتوا محتاجين شنو عشان تطلعوا الشارع؟ هيقول لك محتاجين واحد واثنين وثلاثه جدا مبروك انا مني لكم كذا. لو كنتوا بتعملوا كده كان الناس دي كان الشوارع دي مقفله الشوارع دي بقت مع الناس ما قادره تطلع واللي بيطلع بيطلع بيكسر والشباب الواعد اللي بيوقف التكسير ما قادر يطلع عشان كده اللي بيطلع ده بيطلع خلاص الغبان الغبان اللي ما عنده زول ينظمه في الشارع عشان كده بده بيطلع ده بكسير ما بيعرف ما بيعرف طالع غضبان ما بي... تعبيره كده تعبيره كده. ناس ديل اللي بتطلع ناس الشارع ديل تعبيرهم كده ديل كان لما نحن نطلع بنثبتهم لا ما تفلك سلميه لا ما تفلك سلميه سلميه اهدى يا شباب سلميه عشان شنو؟ عشان كده بيكون بنديهم الوعي. هسي ما هسي الشباب الواعي ما قادر يمرق كاتمه فيه اديك له اديكم لا بصراحه كاتمه فيه كاتمه فيه ناس دي محروقة وما قادر تطلع محروقة وحشاء محروق وما قادر تطلع واللي بيطلعوا ده قليل وشايفينهم ده بعد حرق روح اللي بيطلع ده تلج تلج بكم تلج صبارة كده بتاع التلج بس تلج يا جماعة تهزر ولا شنو؟ كلامي ده سخون وكلامي ده مر لكن ده الواقع ده الواقع عشان ما تجوا تاني يجينا واحد من هناك يتفلسف انتوا وانتوا عملتوا انتوا ما تطلعوا والكلام البايخ الممكن اديك فوق كفين ده استغفر الله العظيم هتوب اليه. فالناس بجد مغتربين ده بجد اقيفوا مع شبابكم والله العظيم والله عشان ما تبقى نقه لانه ما في حاجه حتتصلح. والقاعد هنا بالله القاعد هنا انت مقتدر انك انت تمرق يا اخي امرق معانا الشارع يا اخي لما نحن نطلع يا اخي نتوفق كده ونمرق ما نكون ثلاثة نفر يا أخي خليك معانا يا أخي أمرقوا معانا نحن بنجازفة كده قاعدين نطلع انت ذاتك أمرق معانا يا أخي جازف أمرق معانا المستطيع ده تعال أمرق معانا يا أخي أمرقوا معانا لأنها كاتمة حنكون قاعدين كده تاني زي الثلاثين سنة والله والله بل أنا قاعد سامعوا الليلة ده والله زي الثلاثين سنة والله حتمر علينا تاني 30 سنة بالطريقة دي وأكعب وكل زول المرة دي ما مش ينتحر يشتق نفسه قاعدين راجين المنتظرين اللي حيجي منه. انت مالكم اللي حيجي منه اطلع شارعك ده؟ ما جايك نبي ولا جايك خليفه راشد ولا جايك ملك. جايك عفن. اصلا لو هي حكومه شفافه صح؟ كان راجع الوزارات دي قبل ما يقيل ساي. قبل ما يقيل ساي، كان راجع الوزارات دي ويقول فتره لمراجعه الوزارات والحسابات، ساي. يراجع اي حسابات اي وزاره دي لو حكومه صح تعريفها صح كده. لكن انا اقيل واجيب لك كديسه ثاني وثاني حتحصل لي حركه ما دي سيسه ثاني يعني ما في حاجه سكتك بوزارات جديده بس الحاصل شنو يعني؟ وهسي اطلع حتكورك فيهم برضه حيشيل لك حيجيب لك واحد ثاني بس حيشيلوا لك الما عجبك حيجيبوا لك واحد ثاني وحتكتم زياده
حتكتم ماشى زيادة والله في زيادة في زيادة وفي زيادة أقسم بآيات الله وأتعب من الثلاثين ديك والله العظيم ثلاثة والله يا ناس والله شفت والله لو أنت صبرت قايل نفسك كده لقدام أنت ما في تاني زما كانوا بزيدوا لك حاجة واحدة وثلاثين جنيه وعشرين جنيه لو بالغت كده خمسين جنيه جل لو قلبوا الهوبة هسي ما في قات ما فيك بكل النواحي هتعيش كيف هتقعد تنتحر هتقعد تنتحر ده تنتحر ربنا يتولاه ويرحمه ويخفف عنه خفف عنه ما حصل له انت هتقعد تنتحر الكلامي للزول الجاي عشان ما تكتم معاك تنتحر لنا كمان انت هتنتحر هتقول ليه ما تنتحر في الناس دل ننتحر في الناس دل نموت على سوء خاتمة ليه نهين روحنا ليه نكون عايشين في وطن مهانين ليه بحقنا ما لاقين وما قادرين عندك قروش ما قادر تشتري كل يوم سعر جديد تطلع الشارع في انتحار انتحار تنتحر معهم تنقرض معهم تنتحر بشرف ولا تنتحر بزلة وسوء خاتمة إذا في انتحار انتحر بشرف انتحر راجل انتحر مع الناس دول انتحار عديل نقارض معهم فموت راجل لكن ما موت على سوء خاتمة ربنا يخفف عنه ويرحمه نقعد نحن للزي ده ننقرض معهم نموت رجال لو موتنا نموت رجال زي ما أخواننا دول ماتوا رجال تفرقت شنو من أخوانك تموت رجال يسقطوا هم وتسقط ثالث ورابع وعاشر وتسقط لحد ما تجيب الزول اللي بيمسكها صح الراجل اللي بيمسكها صح ما شوية بتاعت خيخ حكومة يا أخي حكومة كلها جونات حكومة جاب لك زوجته فيها زوجتي ده حكومة جونات لا أخلاق لا دين لا ملة ملاقيت كلهم لقطوهم ملاقيت حكومة بتاعت ملاقيت لقطوهم كلهم من كده جو غشوك بينا غشونا بيهم وغشوك بيهم وانت ذاتك كلنا تغشينا بيهم لقطوهم واحد من هنا ده واحد من هنا واحد من هنا كان قاعد غفير والكان قاعد وزير والكان قاعد وين بقول لك وزير صفر الله عظيم أتوب إليه مرارا وتكرارا قاعد ساكت وحالك ومؤمن وبقيت تشرد من الجبنة كم مرة قاعد أقول لك من الجبنة بقيت بنتزاوغ من الجبنة بقيت أمشي تقعد في جبنة بعيدة أطلع موت مع الناس دي يتحتى معهم قاعد ساكت لشنو انت حالك خلاص انتهى لا كمان وراجي وراجي لي شمارك يا شمارك يعني يا شمارك يا شعب هيجيب منه بس كلكم راجين حيجيب منه صح؟ كلكم راجين راجين التشكيل الوزاري كلكم راجين كلكم راجين ما نبطل كذب لو ما صالحنا مع نفسنا ما حنمشي لقدام كلكم كده راجين التشكيل الوزاري ما حيجيب لك انبياء ما حيجيب لك انبياء خمجوك هو خمجوك حيجيب لك شنو يعني؟ حيجيب لك شنو؟ شغال بأجندات خبيثة وشغال بأخبص من الخبيث هو ذاته عنده رأي في الناس ذي يشوتهم برا عشان مع الناس ذي مع المستعمرة الجديدة يعني مع الماسونية الصح شغال مع الماسونية جد هو ذاته دارك شحلك الحرية والتغيير ذاته شايفه هو ذاته عنده فيها رأي قاعد راجي ساكت ساكت ليه ما تعرف لعبوا لك في دينك ما قدتوا لك إلى يا أخي رب العالمين قدتوا لك في صورة برضو ساكت جوعوك ساكت ما يا أخي يا برودكم يا أخي الشباب بقى ما قادر يطلع أصلا وريتكم الشباب بقى ما قادر يطلع الشباب اللي بيحرك الشارع ما قادر يطلع أولاد الحلة ما قادرين يطلعوا المغترب يمشي يشوف أولاد حلته دي موضوع أنا انتهيت منه أما باقي الشعب القاعد ده قاعد حايم ساي في ملكوت الرحمن ده قاعد لافي بس زي ما كان لافي 30 سنة ده حيكونوا قاعدين لافين كده لا منهم خير لا منهم رجل متحسبين علينا بس والله ما يحرقك الكلام في ناس قاعدة كمية لافة ساي دي اللي كده نحن بعد ما خلاص يشوفونا كده نحن اتقربنا كده جد
حتى ان دول بيطلعوا اخر ناس وهي طلعاتهم بتكون قويه او اي حاجه لكن بيجونا متاخر شديد يا بعد ما نحن بنكون امنا في الشارع ده. بعد ما نكون امنا تفلقنا وامنا صف الراحه دي ما تبوا لي مرارا وتكرارا. ف المغترب شوف اولاد حلتك والناس تمرق الشارع ولا في ده عليك الله النار لا في ملكوت الرحمن بأسألكم بالذي لا اله الا هو يا اخي امرق الشارع ده يا اخي لمتين انت لافي يا اخي لمتين يا اخي انتم من 30 سنه انتم لافين ويا اخي وهسي برضه والحال ماشي احفن من ال 30 سنه وانت لسه لافي يا اخي اطلع يا اخي قلنا لك انضم يا اخي انضم لجسم الوطن